السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عارفين لو كونسيبت المحتوى كيبقى هو هو، ما خاص سبان المعيور اون با ساريتي. السبان كيجيني انا، كيجي لعائلتي، كيجي لولادي، كيجي لبناتي، كيجي لمراتي، كيجي كلشي كلشي اللي عنده شي اخر كيمشي ليها يسبها. انا بغيت غير نذكركم بالفيديو اللي كنت درت ليه، تعرضت لعدة انتقادات والسبان وكان اللي قال لك انت راك غاير من ساعه الشرعي وهذاك السيد راه كيدير لنا اشهار سياحه وكيدير لنا اول حاجه لا فيديو هادي. هاد لا فيديو هادي، هاد لا فيديو اللي بيبليت واللي تر بيبليت درتها صافي بليس دان موا. نهار اللي قال بدا كيضحك هو وداك المصري مع السميه ديالو شي مصري، وجابوا واحد البرنامج بيناتهم وكيهضروا على الملك وعلى سلالة النبي وعلى أمير المؤمنين ويضحكوا ويطنزوا. المهم أنا درت لي هاد لا فيديو، درت هاد لا فيديو جبتها المناسبة. درت مع الصديق، جا عندي الصديق، جا عندي مو... ما... ها؟ من الإنجليز؟ عاش الملك، عاش الملك. شوف كان اللي توشي الملك راه كيتوشينا حنا كاملين كعائلات. وهذاك اليماني، داك اليماني سميتو اسعد ولا سعد؟ اسعد ولا ما اسعد ولا ما عارف اللي كيقول لنا ما تسمعوش الملك راه في التطبيع واللي صرت خرصو قراسك. حنا مع الملك ولا كاينين 20 اسرائيل 40 اسرائيل 1000 اسرائيل غادي نطبعوا معاه. ودي ندمنا كون درناها في 56 كون درنا مع ما اسرائيل كنتهنينا. وانجلاند فروم انجلاند كوينز باك رونجرز. كوينز باك رونجرز. وهذا كسعد كل شيء نهار نتلاقى انا وياه وغادي نتفاهم انا وياه مزيان صراحه، لانه فمو كبير صراحه. هذا مواطن، هذا مواطن مغربي من جاليه المغربيه من لونجلتير، وكيعطيني معلومات وكيعطيني دي واتساب وكيتراسل معايا. وجا حتى من هنايا من لونجلتير باش يشوفني، والحمد لله رحنا خوت، حنا عائله وحده، لان الشعار ديالنا واحد، الله الوطن الملك. وحاجه اخرى تشكر هذا السيد، هذا زعما التضحيات ديالو، ما كاينش شي مغربي في هذه البلاد هذه اللي بحال هذا السيد. لا لا مرحبا، كاين الحمد لله قلاب قلاب والله يا سيدي، لا كاين قلاب بصراحه لك صراحه. والله يعزك، بارك الله فيك، بارك الله فيكم. وحنا شوف راه ما باغيين والو، باش نفهموك، هذوك اللي كيكثروا بلا بلا وهذوك اللي كيهضروا غير ديتو اللي ما كيبان لهم حتى حاجه زوينه في المغرب، يجمعوا راسهم شويه يجمعوا راسهم شويه. سمعتي راه كاين حوايج بزاف زوينين في المغرب. كيف قلت راه ما باغيين والو، حنا ما باغيين حتى حاجه، فهمتي؟ ما بغيت حتى حاجه بلا نبقي، ما عندنا لا هدف سياسي ولا اون سيبل غيان ديتو، راه ما عندنا حتى شي هدف، اون شيرش غيان ديتو، وما باغينش الشهره ولا بنادم مريض صاحبي والله العظيم. هذا اسعد اليماني فعلا جا المغرب ورحبوا به المغاربه وبدا كيصور وكذا وفهمتي، ولي زابوني المغاربه هما اللي رجعوه للوجود، مغاربة هما اللي رجعوه، حيدوا ليه الجزائريين القناة ديالو ومغاربة رجعوه. سعد اليماني كان داير المباشرة وكيهضر مع الجزائريين ومع المغاربة وداز، والمغاربة كانوا داعمينو لأنهم شمع القضية اللي هي راحة ديالنا هذه 46 عام. راه ماشي اليوم هو، أنا ماشي ضده، ولكن الانتقادات ديال المغاربة دخلوا عندي قالوا لي هاد الفيديو اللي درتو أنا راه ليه كتر من شهر، نهار اللي كان ضحك على الملك وضحك علينا على التطبيع وقالنا خصكم ترفضوا التطبيع واخا الملك ترفضوه، وكان كيحرض المغاربه على العصيان. قلنا له ودي هذه راه الحكومه وهذا امر سيادي وهذا قرار سيادي تبع المغرب، وماشي غير هو اللي انتقل عدد كبير، ولكن هو كان عنده كيجي هنا ويجي هنا يدير لا بالونس ويني با بيت. هذاك راه شوفور دو تاكسي وكيديسكيتي مع الناس بزاف في التاكسي، وكيركب اللي يسوى واللي ما يسواش، كيركب اللي يمشي للجامع واللي يمشي للبر واللي يخرج كذا واللي جميع انواع البشر كيركبهم وكيتناقش وكيعرف، وعارف راسو انه لا تبع الطريق ديال الجزائري لي بيردون. كيشوف الجزائريين هاربين من بلادهم بالملايين متشردين في لونجليتير كما متشردين في المانيا ومتشردين في بلجيكا ومتشردين جزائريين، وهي ما جاياش معاها. حنا لا سمعوا علينا هذا الشيء، سي توتافي نورمال، حنا ماشي دوله بحال الامارات وقطر والسعوديه والبحرين كنصدروا الغاز والبترول، حنا دولة اللي كنجو الخبز بيدينا كنضربوا عليه تمارة، فهمتي؟
ولكن مع الأسف بعض المرات كيخرج لك عدوك من جلدك، العدو ديالك كيخرج لك من جلدك. شتي كيفاش استقبلوه وكيفاش داروا معاه؟ راه داروا هادشي حتى مع الدراجي، حتى الدراجي دار معاه ميم شوز. ولكن هذا المغاربة أنا ماشي ضده، جا ودا ما يحكي ودا ما يعاود كما قالوا المغاربة، شاف المغاربة كي دايرين وشاف المغاربة علاش كيقولوا أمير المؤمنين وعلاش كيقولوا سيدنا الملك وعلاش كيبغيو الملك وعلاش متشبثين من المغرب، وشاف التقاليد ديال المغاربة وشاف المغربيات كيفاش كيطيبوا وكيفاش كيوجدوا ليه وكيفاش كيتهلاو فيه وكيفاش يفرشوا ليه كيفاش منقيين ليه البيت فين كينعس، وشاف المغاربة كيفاش كيهزوه بالسيارة وبلا حساب بلا والو وما يخليوهش يجبد سنتيم من جيبه. في هذا الوقت الزمان ديال 21 القرن 21 ما كاش اللي ينفق عليك حتى درهم. حنا كيهضرنا وبعض الاخوان كذلك هضروا عليه تدخل، قلنا حنا بغيناه يقدم الاعتذار ديالو، يقدم الاعتذار ديالو بدات مع الائيين القناه ديالو، راه ما متبعينهاش لي زونغلي ولا لي امريكا ولا لي سوفييت ولا لي اوروبيا، القناه ديالو متبعينها على المغاربه 99.99 في المغاربه. وبعض المرات يدخلوا بعض الجزائريين يسبوه ولا يديروا شي حاجه، فهمتي، يسبوه. وانا جو مون فيش لا من سعد ولا بو سعد ولا والو، راه الناس ماتوا على ديك الصحراء، راه الناس ماتوا عليها، وراه تصردوا عليها 350 الف مغربي، فهمتي. انا المغاربه نبغي نشوفهم احرار. الا داروا تكريم الصنايبي ولا النعوم ولا النبي الهباس ولا منار السليمي ولا بريش ولا هاد اللي ولا حاتم رابط، اما احنا مغاربه الصراحه نقول لكم عزيز علينا البراني، كنبغيو هاد البيج كنت طايح فيه حتى انايا، حتى انا كنت طايح فهاد البيج، كنت كنجي براني كنبغي نبيني ان المغرب راه بخير، ندور به القيساريات لي صوت، نعطيه الطوموبيل، نعطيه الساروت في الدار في لباس، ونعطيه كل شيء باش نبرهن انا اليوم. والله ما نبرهن بالله، يعاود مخو يقول المغرب مجوع، في المغرب جيعان، يقول اللي بغى يقول. جو في بلو بروندغ لا بان دو مونتخي كو لو ماروك اي دون مون سيتياسيون، ماشي لي ستاتيستيك، جو مون فيش. كاين قنوات أمريكية وقنوات أسترالية وقنوات بليتو ديال الاندونيزي، وكاين قنوات أوروبية على الأشكال، سويدواز أونجليز هولنداز، كيهضروا على المغرب، كيهضروا على المغرب ما كيدخلوهمش المغاربة، كيهضروا على مراكش، كيهضروا على ورزازات، كيهضروا على زابورة، كيهضروا على سيدي إفني، كيهضروا على سيدي جيلماسة، كيهضروا على الداخلة، كيديروا السيرف الداخلة، كيديروا السيرف فولون، كيديروا لا بلونش، ما كيشوفوهمش المغاربه ومتبعينهم، ماشي الاف، الملايين ديال الاوروبيين متبعينهم اللي ما كيعرفوش المغرب متبعينه. اما هذا شكون كيتبعوا؟ المغاربه، المغاربه بينوا ليهم وبينوا دوك الناس اللي كان داخلهم الشك ان المغرب عايش في البؤس، انه باقي فيه الكريانات، انه باقي فيه شاف. ولكن شكون كيدخل ابوني، شكون كيدخل عنده؟ غير المغاربه، المغرب. باش تجي الدور عليا تقول لي انا تي جالو، جالو انا، جالو انا، بلا جالو اخويا، كوا تي بار. انا راه ماشي هاد اليوتيوب، واحد قال لي توك دو طون بولو، هاد اليوتيوب سي با زان بولو بوغ موا، سمعتيني، و تي نا با مي دوني دي زوردر ولا مي دوني دو كونساي في هادشي. هذا سي ما ليبرتي بيرسونيل، هو عنده الحق يعبر على الشيء اللي بغا، ولكن ما توشيش. هاني كندوي على الفيديو اللي اونسيان، هاد لا فيديو، هادي هاد لا فيديو، هاد لا فيديو شحال من اللي درتها. دونك فوالا، انا غادي نشوفو حتى درتها لا فيديو. يا بليز دام ها هي عشان المغاربه لو ليف تو موروكو لو ليف تو اوكي، هادي يا بليز دام هاي، دخل ليها انا نعطيك الرابط ديالها، درتها فليز دامو وقلت ليه اللي توشى الملك توشى انا حتى حنا. ماشي غير اليماني، انا هضرت معاه بزاف، غير هو جا في الطريق مع جا المغرب ذكرنا القضيه باش يقدم الاعتذار. اليمن الناس كتبات في الزنقه، اليمن فيها لا ميزير، فيها اللي ما كيتصورش. كان شي مغربي كيعاير اليمن، حنا المغاربه ما كنعايروا لا جزائر ولا مغرب، حنا عندنا مشكل مع الجزائر اللي باقي عايشه الحرب البارده. الجزائر اللي ما باغيش يتصنت لها القضيه وما باغيش يفهمها، حنا ماشي اليماني ولا كاع هاد الاجانب ولا حتى حنا اليوتيوبر، ماشي حنا اللي غادي نفكوا المغرب، كيفكوا الاقتصاد ديالو،
والمؤسسات ديالو. الشعب غير هو اضافه في التلاحم ديالو، في التلاحم ديالو والصبر ديالو. حنا ما قلناش المغرب ما فيهش الفقر، ما قلناش المغرب ما فيهش الدواور، ما قلناش المغرب ما فيهش لي بيدونفيل، كاين وهادشي راه كيتعالج. قلنا المغرب سي بلي لو ماروك كي 20 او 30 طون، قلنا لا المغرب ماشي هو المغرب ديال هادي 30 عام و 20 عام، حنا عشنا 30 عام. ها بدينا لو طرافاي، بدينا انا ديت لاكتيفيتي ديالي في 82، في 82 وخدمت العقر ديال الدوله ودرت لي روسونسمون وخرجت للديور وخرجت للدواور وخرجت لي فيل وخرجت بارتو لي كارتي. والمغرب ديال اليوم راه ماشي هو المغرب ديال 30 ولا غير الترونسبور. المدينه كامله تلقى فيها جوج طوبيسات ثلاثه الطوبيسات من الكارتي لكارتي، ويكذبني شي واحد هنا في الدار البيضاء غير الترونسبور تي كتسنى الطوبيس تقدر تسناه ثلاث سوايع جوج سوايع. الا كنت باغي تمشي مدرب السلطان لسيدي مؤمن ولا سيدي مؤمن لكذا خصك تشد جوج طوبيسات وتسنى جوج سوايع ثلاثه السوايع. ها انت اكزومبل، ها باغي تمشي من الحي المحمدي كانوا الطاكسيات بايضين وقلال، وكانوا الطاكسيات بايضين ما كيديوكش شي بلايص. نهضروا على الدار البيضاء سون بارلي الناس اللي الدار البيضاء العاصمه الاقتصاديه لا ميتروبول. يجي لي واحد يقول لي لا وانت باغي تبين كلشي زوين وكلشي هادي، نجاوبو اي كلشي راه زوين. قال لك كون جميله ترى الوجود جميله، انا كنشوف كلشي زوين باسكو دون ما ميموار دون مي سوفونير لو ماروك نيتي با كوم سا، كان مزيان وبخير واليوم ولا احسن. تقول لي لا راهم زادوا في الزيت، زادوا في كذا، زادوا في كذا. انا جو سي با مينيستر ديال ليكونومي ولا برومي مينيستر ولا جو سوي ان ريبريزونطون دي بارلمون ولا ديال ان غوفرنمون باش نبقى نبرر لك على زادوا، فهمتي؟ انا ماشي جو سوي با لا بوغ ديفوندر نيمبورت كال غوفرنمون، ما جايش هنا باش ندافع على القرارات الحكوميه. تي تو ترومب، فهمتي؟ تي تو ترومب. انا هنا بور موتيفي لي جون، كنقول لهم غاغاردي راه التوانسه ولي زالجيريا ولي زافريكان شادين لكم لي بوست ديالكم باسكو ما بغيتوش تقراو وعندكم الطموح غير الحريق وبرا. وهنا كاين اللي يمشي يحرك يمشي للطاليان ولا يمشي لانجليتير ولا لافرونس ولا لابلجيك ولا لالمان، كيمشي غير يدور. شكرا سي مراد. ايها المشتكي وما بكذا كن جميلا ترى الوجود جميلا. شكرا سي مراد الجيدي. وكاين اللي يقول لك بحال حنا حسرافه، انا نتحسرف النظام ديالي اخويا. هذاك تحسريف، هذاك كتبغي بلادك كتأيد النظام ديالك. انا ماشي معارض، انا ما كندافعش على شي حكومه، ما كندافع حتى على شي برنامج. اخ حيد راسك التخربيق من راسك، فهمتي؟ جو سوي اوسي بوليتيزي، فهمتي؟ ونعرف اش كنقول. ستعرف راني كندير، راني كنوجد شي كتب غادي يبانو للوجود. جو سوي اوسي اكريفان، فهمتي؟ جو سي بيان اكخيغ، نكتب الكتاب نكتبو بعدة لغات، نحكي غير لا كرونيك ديالي. لا ديفيرونس اونتخ لي كومونيزم و لو كابيتاليزم اترافيغ لو ماروك و لالجيري، لا ديفيرونس اونتخ لا طوليرونس و لانطوليرونس اونتخ لو ماروك و لالجيري، لا ديفيرونس اونتخ بيرسون ايدونتيتير اي نون ايدونتيتير غيان كاترافيغ لو ماروك و لالجيري. لو ميم تاغ لا كونتينيتي جيوغرافيك، الامتداد الجيوغرافي، هناك فرق كبير اولاد عمي. انت ما عارفوش انا كي هضرت، كي كنهضر هضرت على الشرعي وعدت معارضين مغاربه، كنت كنقول ليها ودي دخل سوق راسك عاود سمع على فيديو، راه ما هددتو ما والو. مازال صاحبي قال لي وعندو الحق، انا اللي عايرنا الملك ديالنا ندخلو فيه طول وعرض. هادشي اللي نقول لك، لان من اجل الملك، من اجل الملك والدينا تسجنوا والدينا تعذبوا وتطردت 350 الف مغربي بلا ما نجبدوا ديال 68 الف مغربي اللي طردوا في 63. ومن اجل هادشي اللي كيديروه معنا في الصحراء وكلشي، من اجل ماذا؟ من اجل الملك، ما بغيش مملكه. واليوم سي تخو طار بوغ او لو موند اونتي راه مع المغرب، راه تنسى الشرعي هو اللي غادي يدير ليا. وجا هنايا المغاربه كرماء وبينوا له النبل ديالهم وحسن الاستقبال ولاسبيتاليتي ولا جينيروزيتي والتسامح، لان ما خلا ما قال ومالغري سا استقبلوه.
استقبلوه المغاربه والكاع استقبلوا منار السليمي ومشى وقيل عند بن حداد ومشى عند هذا. علاش باش يبينوا ليه فوال ها كاين ها كاين ها كاين ها كاين. هو اللي طوب اللي يجي باش يجي دي كوتي ماروكان هو سي كي شكون هو؟ مواطن عادي يمني يقتل في المانيا يوتيوبر انفلونسور انفلونسور. راه عندي بعض الكتب خويا مراد الجيدي عندي كتب كاتب دي ليفر كاتب دي ليفر كتبتهم من الصغر كنت كنكتب كانت عندي لا باسيون دو ليكريتور وكتبت اون فرونسي الحقيقه عاد غادي نحاول داكشي باش نترجم داكشي. كاتب عده كتب عندي عده كتب وغادي من بعد غادي نخرجهم للوجه ولكن ماشي بوغ دو لارجون بحال لا ميزيك عندي 140 شونسون حاطها بوغ ما ميزي وصل كيما قلت بوغ ان ريبرتوار دي روم اون اكزيستونس واحد ريبرتوار ديال ما كان بيع ما كان دير والو ما كان ما عنديش هاد الفكره. انا نهار اللي نط انا اللي نط نهضر على 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 دابا انا كون جا عندي سعد الشريعي غادي نضربو ولا غادي ندور فيه غادي نستقبلو ونهضر معاه ونقريه ونوري ليه كيفاش يخدم. اول حاجه كيهضر هو غير باللغه العربيه ومتبعينه غير المغاربه ويا ودي خصك تنو هو شوف راه المغاربه انا كنقول لكم واحد القضيه راكم شفتوا مغربي اللي كان كيحفر البيار كان داير تيك توك المغاربه طلعوه ولا مشهور عالميا من بعد زهق خرج ولا كيسب المملكه والملك فهمتي لان بعض المرات لا سونس كيهبل كيخرج الفلوس كتهبل. المغاربه طلعوه المغاربه طلعوا الفيلالي دنيا الفيلالي هي وراجلها طلعوها الوقت الاعلام المغربي والمتتبعين طلعوها وشوف فين راها دابا هي ولا راجلها. الفو اتر بريدون اي فيجيلون المغاربه اللي بغاو يطلعوا شي واحد يطلعوه. سعد تحيدت ليه لاشين والمغاربه هما اللي طلعوها. علاش؟ باسكو سعد عارف فين كاين الحق وفين كاين الباطل عرف ان المغاربه على حق واكتشف ان الجزائر شكون هو اللي ميكتشف ان الجزائر دي سي دي سي دي سي دي جون دي زانزانيا دي جون نو سون با نورمو دون لاغ تيت مود الجاني شكون اللي ميكتشفهاش؟ تو الموند لو سي. سير شوف لي زاناليست اوروبيان شنو كيهضروا على على لو ريجيم الجيريان على لو بوبل الجيريان. كل ما كان كيتكتب على الجزائر من امجاد وبطولات وثوره وكذا كان كيتخلص بالفلوس كاع اللي كانوا قال كل مشكور مقعور البلاد مقعوره وكيشكروا فيها. كل ما كان كان كيتقال على الجزائر سواء الشعراء العرب او الكتاب العرب او الصحفيين او الممثلين او اي حاجه اي واحد معروف كان كيتادى ليه الفلوس باش يقول رساله الامجاد والثورات والشعب كذا وكذا. حتى من المغنيين جابوهم امريكا اللاتينيه حتى من جون بيز عرضوا عليها ما عارفه والو وجات غنات كوانتاناميرا وغنات تشي غيفارا جون بيز لان جون بيز زعما راها حتى هي ملك كانت داك السيل ديال لي كوبان. حنا اوني با كونتر الواحد اللي يجي معانا سي تان بلوس بوغ لو ماروك سي تان بلوس بوغ لو ماروك. بالنسبه يجيب حتى شي مغاربه اللي راسهم قاصح كيجي واحد براني كيقول لهم ها هو بلادكم راها زوينه لان المتتبعين شوف هاد الجزائريين اللي كاينين هنا والفلسطينيين اللي كيجيبوا والعراقيين واللبنانيين والمصريين هادو كاملين اللي كيهضروا على المغرب راه كيتبعوهم غير المغاربه باش ما نمشيوش غالطين راه ماشي دوليين. سي تري تري غار سي تري كيتبعوهم غير المغاربه والمغاربه اللي مطلعينهم كيدخلوا الجزائريين يسبوا الجزائريين كيسبوا اي واحد شكر المغرب. هيا اردنيه هضرت على المغرب وقالت الصحراء المغربيه دخلوا الجزائريين يسبوها لانها قلناها هذه 3 سنين قلنا لكم اودي هذا الجيل ديال دابا لا يعتقد ولا يظن على ان مشكل المغرب الجزائر صنعه قدافي ومخربه هو يؤمن به. كاين فرق اي كروار et prétendre y croire. Pour tout savoir, il faut revenir au passé. Le mouchkil de la Sahara, le mouchkil de l'Ukraine, c'est le mouchkil de l'Algérie.
ان المغرب في الخطاب ديال 1960 الملك الله يرحمه جبد قضيه موريتانيا اللي محتلها فرنسا اللي كانت تابعه للمغرب. لو كان فرنسا ما خلقتش موريتانيا كان غيكون مشكل هاد المشكل ديال الصحراء. سيبوز حنا ما عطاوناش تيندوف كاع، خلاو تيندوف بشار وتوات وتيميمون وعين صفراء قناتسة وعباد الله، خلاو لهم هادشي. كان غير خلاو لنا موريتانيا ديالنا، وكان الملك ما اعترفش بها على مؤتمر قمه ديال الجزائر، ما عرفتش من قمه شي قمه اسلاميه ولا باسكو هادشي راه فهمت. كنا باقي دابا نزاع حول موريتانيا انها مغربيه، ما يبقاوش يهضروا على الصحراء. ولكن حنا بعض المرات كنديروا شي حوايج كتولي لنا بالضرر وخصنا نعالجوهم. قضيه تصفيه الاستعمار راه سي لو هو كي لا ديبوزي، الملك هو اللي حطها في الامم المتحده راه ماشي الجزائر. وتقرير المصير الملك هو اللي بروبوزها، استفتاء تقرير المصير. علاش انايا يكوي كو غادي يجيو صحراوه، غادي اللي غادي يجيو صحراويين هما اللي يجيو يصوتوا. من بعد اكتشف على ان كلشي مزور، كلشي الاجناد من مالي من تشاد من السودان من الغيني من فنزويلا من الجزائر كاملين كاينين. وثاني حاجه هناك هذيك مناوره اللي ربح الوقت حتى يستعد العتاد ديالو ولا لوجيستيك ميليتار، باسكو لي بلو غران بيسيميست ما كانش يتوقع ان الجزائر غتشن حرب على المغرب لا في ديال 63 ولا ديال 75. الوغ ماشي اليوم يجي واحد يدخل عندي انا يقول لي تاع راك غاير تي جالو دو سعر الشرعي. كاسكيلو دو بليس تاع السعر الشرعي ولا كاسكيلو تاع جالو؟ راه الناس راه عندهم دي مليون ديال لي زابوني، وعندي انا ما كنتبعش كاع هادشي بلا اصلا، هادو راه كاع ما كنتبعهم، انا كنتبع غير المغاربه. وثاني حاجه عندي دوطر هادشي انا كنديرو ليا انايا غير بور سونسيبيليزي لا ماجوريتي دي ماروكان. وشحال مره بغيت نحبس بلوزيغ فوا، دخلوا اصدقاء ودخلوا قال لك اودي كمل باسكو كتبقى. حنا درنا ناقص الخطاب صافي دي زاني في الخدمه، جابي ان بروبليم كنهضر على المشكل راه كراسو ريزو سوسيو باش ولينا نتسمعوا، باش ولينا نتسمعوا. لا ديسيبسيون دي روا حسن دو ايتي غروند باش كيمسح العرق ديال هكذا كيقول لهم ليعلم العالم مع من حشرنا الله بجوارنا. واليوم الاوراق راه بانت وبان العدو وبان كذا، راه ماشي هكذا سي كوم سا لا ميم شوز كو جو غونسون حتى انا لا ميم شوز. واش انا مع عمرني كنجي نشكي لك نقول لك انا راه خاصني هادي ولا خاصني هادي ولا داير لي هادي تاع ولا مشاكلي؟ ها جو نو سوي با سونسي تو راكونتي. ها انا جو نو سوي با سنتيمونتال، غير اللي شكر ليا المغرب نحيد التريكو نعطيه ليه. وقعات محمد الخامس وقعات الحسن الثاني، جو سوي تري برودون، جو سوي تري برودون. تونس المغرب كان كيدي لها المساعدات، شكون اللي مشى دار لها سبيطار ميداني في تونس؟ شكون دار لها لوبيتال؟ دار لها سبيطار مودرن فيه 40 لي ولا 80 لي، ودا معاه الاكسجين ودا معاه لي فاكسان ودا معاه الدواء ودا معاه كاع دوك لي تخاتمون ديال كورونا. شكون مشى؟ مشات الجزائر ولا مشات روسيا ولا مشات جنوب افريقيا ولا حتى امريكا؟ شكون مشى؟ شكون مشى للبنان المساعدة الأولى والثانية والثالثة والانفجار ديال لبنان؟ شكون اللي مشى غير المغرب؟ شكون اللي كيقدم مساعدة أغوشي أدروات فين ما كانش مهم المغرب؟ ولكن المغرب ما كيميدياتيزيش المساعدات ديالو، ما كيميدياتيهاش مزيان، ني با ميدياتيزي. شي جزائركم شي تفرغ غير قلمات الرصاص، الجزائر شي تفرغ قلمات الرصاص دوك اللي فيهم الكومه، ودير عليهم افلام وقيامه ودور تعطينا ودير مسلسلات وقيامه وتخلص دي زانفلونسور ودي مثلا المغرب كيدير شي حوايج وكيسكت. شكون اللي هاز الناس ديال الاوقاف ديال القدس وسكان القدس باش كيتفركسوا وكيديروا؟ سولتوا على الميزانيه شحال كياخذوا من صندوق القدس؟ يوم يجي واحد يهضر معايا يقول لي
انا السياسيين السياسيين صحابي كنعرف نقول الا بغيتي تكون سياسي وتهضر على لا بوليتيك ايكونوميك خصك تكون تابع درتي التجاره او عندك شي تجاره او عندك شي وزين وتعرف شنو هي السياسه الاقتصاديه. انت ما عندك والو كتخلص غير الماندا ديال البرلمان وما دخلش في لي زافير في البيزنس ما تعرفش، واللي ما دخلش في البيزنس وما دخلش في البيع والشراء وما عارفش السوق ما خصوش يهضر كاع على الاقتصاد ولا الاسعار ولا الثمنه. كديروا لي حنا كنديروا من الناس ابطال، المغاربه هما اللي كيديروا من الناس ابطال، هما اللي كيطلعوا بنادم. ولكن خصهم يردوا البال، خصهم يتهلاو في الناس اللي كيضربوا تماره. كاين حداهم دي يوتيوبر اللي كيعرقوا في لي ريشيرش في لي مونتاج وكلشي ما كيطلعوش عليهم، عنده 500 ابوني 600 ابوني. اش قلت لك حنا في الحقيقه فينا هاد القضيه ديال البراني يعني بغينا ولا كرهنا. اون سي بار نيمبورت كان مويان دو ديمونتري كوني اوسبيتاليي كوني بيان كوني كذا، ولكن حنا معانا غير نكاري الخير كتعرف فيها. دونك سي نورمال سي تو تافي ليجيتيم، انا ما كنتيقش تو تافي ليجيتيم. وهذيك الفيديو اللي درتها قديمه وحطيتها باش نوضح على انه هاش كيفاش كان يقول. انا من شتو عطاو ليه الدرابو ديال المغرب و سيتي في لا رومارك من المتتبعين من الاصدقاء موغا، شتو فعلا عاودت لا فيديو شتو عطاو ليه الدرابو ديال المغرب دار وش الدرابو ديال فلسطين وبدا يدير فيه ويدوز داك الميساج تحت الطابله على انه ضد التطبيع وكذا، هذاك رايه. ولكن من ماهش الدرابو ماروكان قلت انايا الناس كتقلب على نابورت كوا فهمتي. وكلوا واشربوا مما رزقناكم لعلكم تشكرون، هذا هو البراني اللي كيجي هنايا يسيفي كيضحك جوج ضحكات يتحلوا ليه كاع البيبان، خصك فلوس خصك دار خصك هادي، يوقف عليهم مغربي يقول لهم راني معوز راني هاد، والله لا تصنت لي شي واحد. لا فيريتي مرة بحال هاد القهوة، ولكن هادي هي لا فيريتي. وداك الشيء باش الاستعمار جاتو السهولة باش يدخل عندنا هنايا. بونجور مسيو بونجورا كاع كنا هكذا كاع كنا كنستقبلوهم في ديورنا وكنتهلاو فيهم وكنديرو لهم كلشي. علاش نقول مودي راه حنا بخير وعلى خير، ما راحناش ديك الدولة اللي كتقولو راها كتموت بالفقر وتموت بالمجاعة وعايشة في الديكتاتورية وعايشة وكنخرجوهم بالليل. ليبوك اللي كانوا كيجيو في الثمانينات كانت الدار البيضاء ما كتسدش بالليل، ها ورا كورونا تبدل شوية، كورونا شوية على بروغرامي لي ماروكا ما كيخرجوش بالليل. افون كورونا الدار البيضاء ما كانوش كينعسو بالليل، ما كانش النعاس، عين دياب تبات فايق وتسالم عين دياب كتمشي تسحر ولا تاكل في البطوار ديال لافيلات ديال ريد لودايا. وكاين فهمتي كاع كنا كنستقبلوهم وكنقول لك تعالى شوف هنا وديهم هنا وديناهم حتى حنا الشاله وديناهم لاتور حسن وحسن وديناهم الموزولي وما خلينا فين ديناهم، ديناهم مراكش ديناهم قصر البديع ديناهم جامع الفنا ديناهم المكناس قصر مولاي زيدان داك السجن اللي تحت الارض ديناهم ساري السواني ديناهم الفاس هبطناهم من بوجلود والدروبة كاملين درب الحبيل وما خلينا فين درناهم وشوفوا الصناعة التقليدية. ولكن لانغراتيتود اي دون لو سون شي لي زاراب لي زوروبيان لي زوكسيدونطو فيهم شويه ديال لا كريديبيليتي. اول حاجه لي زوكسيدونطو سويرتي يمشي معاك للدار ما كيتيقش كيبريفيري يمشي للوطيل غير قرا فيك لو كنت كان فشي باديه. وثاني حاجه لي زوكسيدونطو متبعينهم لي زوكسيدونطو كي كيدير اليوتيوبور اترونجي لي زوروبيان كيتبعوهم لي زيترونجي. شوف دابا دخل 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 دير مراكش مثلا ولا دير كازابلانكا دير مكناس دير كذا ودير دير اون اونغلي وطرولك لي زونغلي اللي مشاو تماك شوف لي فيو كي دايرين غير لي زوروبيان. اما هذا وكاع المصريين وكاع الفلسطينيين دابا ولاو تلوحوا الناس الغيوان تلوحوا المشاهب كلشي باغي يصور الكاميل على ظهر المغرب كلشي كيقلب على لاتسونس. لقاو لا فيرتيليتي في المغرب ما لقاوش واحد لو بيي ستيريل
لقاو لا فيرتيليتي ولقاو المغاربه كيبغيو بلادهم ويبغيو التراث ديالهم ويبغيو اللي يمجد ليهم بلادهم يدير لهم بلادهم. وهذا الشيء حنا ما كنقولوش عيب، ولكن اون في كو ميم بينهم اللي رحنا كونسيون كو فو شيرشي دو لارجون. تشوف ولاو من فلسطين من لبنان من كذا كيديروا لك داخلين الفن ديال المغرب، داخلين المشاهب، داخلين الناس الغيوان شويه، هذا داخل لك الطبخ، كل واحد فين داخل. لقاو ان المغاربه اي سون تري انتريسي بار سو كي بار دي ماروك، سورتو بار سو كي غلوريفي لو ماروك اي كي كي دون لا ميير ايماجيما. سي توت افي نورمال، حنا نبغيو بلادنا وكاع اللي بغينا بلادنا نتبعوه. ولكن انا اللي لاحظت وما نكذبش، الطريقة اللي هضروا معايا بها المغاربة على أساس شرعي بان لي بحال باغيين يديروا ليه تمثال، باغيين يديروا ليه تمثال واحد لاستار ما عرفت عويطة ما تستقبلش بحال هكداك، والقروج والبقاري اللي جاب الميدالية يدوز حد يدوز حداهم اللي جابوه. هذا هو الواقع، انا شتي واحد القاعه هضر ديما كتعجبش، كان هذا هو الواقع. سكي لافي ها شنو هو يوتيوبر كيهضر على المغرب، المغاربه عجبهم، كاينه واحد الحرب بين المغرب والجزائر، انا راه عشتها، راه كبرت فيها، راه كبرت فيها، جي غوندي بوكو دي مليون. واحد القضيه اللي المغاربه ما عارفينهاش، يا كيدخلوا جزائري كيسبوا في اليوتيوب، اسكو المغاربه عارفين شحال جزائري كيدخل المغرب؟ واش عارفين المغاربه كومبيان دالجيريان اكسيدو ماروك، كومبيان دالجيريان رونتر باسي فاكونس ديتي ولا ديفير او ماروك؟ شحال تقريبا؟ لا ماجوريتي في ديك العشرة ديال المليون ولا 12 مليون سائح ديال العام اللي كتجي للمغرب، سيرتو لي فرونسي سون دي الجيريان. لا ما كانش 1 مليون دو قباصة في الجزائر، كاين 10 مليون دو قباصة في الجزائر، هذا الجزائري قال لك كاين مليون قباص في الجزائر، ماشي 1 مليون، كاين 10 مليون، 10 مليون دو ماروكي راهم عايشين ما ياكلوا الخبز في الجزائر، كاين 10 مليون، 10 مليون، 10 المليون، ماشي ماشي، وفي المغرب ما كاين حتى جزائري، جزائري ما كاينش في المغرب كاع نهائيا، ما كاين حتى مغربي في الجزائر، ما كاين حتى جزائر في المغرب، حتى جزائري في المغرب ما كاين. لي زالجيريان اللي كيدخلوا المغرب يل ديباس 1 مليون، ولا مشينا جبنا لي ستاتيستيك اكزاكت نقدروا نوصلوا 4.3 مليون، 3 و 4 مليون كيدخلوا انيالمون. ولا مشينا المحافظات في هاد لي 5 6 حتى 10 ديرنيير زاني، المحافظات العقاريه كنهضر معكم اون كونيسونس دو كوز، سي با سبيسياليتي هاد الكونسلتين وهاد الروينه، باسكو كنتلاقى مع كنمشي للمحافظه لا كونسيرفاسيون فونسيير. الجزائريين يشريو، هناك الاف الجزائريين اللي مجنسين فرنسيين كيشريو الشقق ديالهم في المغرب، وكاين اللي ساكن في الجزائر وشاري دارو هنايا في المغرب، كاين اللي ساكن ماشي غير بين بنين صاف اللي فيها الجزائريين المغاربه، حتى رشقون وحتى الرمشي وحتى الحنايا وحتى هنين وحتى عين تمشنت القرابه والمالح حتى عيون الطرق حتى لي زوندالوز، كاين 10 المليون مغربي. انا نمشي معك حتى جزائري، قلت مليون مغربي، انا قلت لك 10 المليون مغربي كاين في الجزائر، راه بوتفليقه مغربي، بن بلا مغربي، بن صلاح مغربي، مساهل مغربي، ها قاصدي مرباح مغربي، راك الحكومه ديالكم كانت مغربيه كامله، تلمسان كلها كانت مغربي، الجزائر كلها كانت مغربيه، سير رجع للمرابطين رجع. قول لي دابا منين جات منصوره في تلمسان؟ طاحت من السماء، المشور، مشور الملوك او مشور الملكي، مشور الملكي، كانت شي مملكه في الجزائر، قال لك الزيانيين هما اللي كانوا محتلين المغرب. كونتخير. والله العظيم التاريخ ديالكم كيفاش قراوه ليكم؟ ها قريت انا التاريخ في الجزائر،
نعطيك الاساتذه اللي قراوني التاريخ، قراني مسيو بوكلي، مسيو ابي عياد، مسيو خربوش، مسيو حجوي، كاع الاساتذه ديال كل سنه نجبد لك السميات ديالهم. سيدالي خلينا دابا، خلينا في المغرب، خلينا حنا عندنا 10 المليون. شوف المغاربه راهم في الجزائر ما لاقين ما ياكلوا، راهم في الجزائر عايشين، الله يجازيكم بخير، وكلوهم وشربوهم واطعموهم فانهم اخوتكم في الله. شوف بن قلفات، بن عبو، بن ديمراد، بالبوكلي، كلشي هادشي، كلشي شوف كلهم مغاربه، كلهم كاع بن 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 اللي كاينين في الجزائر، العشعاشي، هادو كلهم مغاربه. اصلي القضيه في راسي. شوف لي كازي، لي كازي سي هادو، شوف نعطيك العائلات التلمسانيه اللي هي دوريجين تيرك، كاينه تقريبا واحد 50 فامي تلمسانيان دوريجين تيرك، عندي نعطيك لا ليست ديالهم فهمتي، ونعطيك عاود واحد 50 فامي الجيريان دو تلمسان كي دوريجين اندالو، و لو توتاليتي، لا توتاليتي كلهم لا بروفونونس ديالهم الاخر اللي كانوا جايين من المغرب بلا عادات. شكون يدخل لكم الكراهيه ديال بن ديمرة؟ راه باقيين في المغرب ولا عشاشم. شكون يدخل لكم الكراهيه ديال المغاربه؟ دخل لكم الكراهيه ديال المغاربه للجزائر. الجزائريين ما كانت عندهم حتى مشكل، كان هناك تناحر وقت العثمانيين وكذا، اللي دخل الكراهيه ضد المغاربه رجعني هذا السيد غنفهمو ك سونسيبيليزاسيون ربما غلط. المغاربه اللي جاوا، اللي جاوا من المغرب، الجزائري اللي جاوا من المغرب، والحكومه اللي جات من المغرب اللي حكمت الجزائر اللي فيها بن بلا وتوت لا كليك اللي كانت وجده كيتسمى لو كلون وجده، هما اللي نشروا الحقد ضد المغرب باش بوغ ديتورني لاتونسيون دي زالجيريان، باسكو نيتي با ليجيتيم، ما شاركوا في الثوره ما منتخبين. فكروا التعيا وعلى راسهم حافظ، حافظ بوصوف اللي دار اول قسم المخابرات في المغرب، اول قسم في المخابرات في المغرب، هما اللي كرياو هاد الفزاعه ديال المغرب وانفونطاو لا غير دي سابل باش الشعب الجزائري يحول النظر ديالو للمغرب ويتعادى مع المغرب وينسى بالخروبه اللي ما عمرو طلق حتى رصاصه، وينسى بن بلا اللي كان في الجيش الفرنسي، وينسى قايد صالح كان في الجيش الفرنسي، الشاد اللي كان في الجيش الفرنسي، هادو كلهم العائدين من الجيش الفرنسي كانت فرنسا هي اللي زادتهم، قال لهم سيروا تانتيغراو تماك، النهار اللي نخرج انتم اللي غتشدوا البوفوار. وهذه هي الحكايه فهمتي. المغرب، المغرب ما عمرو غدر الجزائر، المغرب عاون الجزائريين، كانوا الملايين الجزائريين في المغرب، كانوا يباتوا في فرع. انا الوالد ديالي كان شاد 32 عائله في درب، في درب ولاد القاضي، كانوا يعيطوا ليه كاسكاس حدا الكوليج البالي، وكلشي الوجاده كيعرفوه، كانوا عايشين عنده، منهم تزوج مراته لا فامي المصري اللي كانت هما البريكسي والمصري، كانوا عايشين معاه. ونزيد قضيه اخرى، هاد تقول لي المغرب خدع الجزائر، با ديتو، كذبوا عليكم في الامير عبد القادر، وكذبوا عليكم في 63، وكذبوا عليكم في الزعماء الجزائريين الخمس اللي اعترف ايت احمد قال لهم اودي ما خطفنا حتى واحد، واعترف بن بلا. وسير شوف اللقاء ديال بن بلا مع احمد منصور في الجزيره، وشوف اللقاء ديال ايت احمد مع الصحافه شنو كيقول على المغرب سوى الصحافه الفرنسيه، وسير شوف الرابور ديال لابريس فرونسيز، وسير شوف الرابور ديال لابريس فرونسيز على لوزداك، سير شوف تصنت مزيان على لوزداك. لو كان كان المغرب هو له اليد في اختطاف الخمس جزائريين، ما يجيش بوضياف يعيش عندنا حتى تقتل في الجزائر، قتلوه كان مع عندهم معاه حساب طويل، ما خصوش يبقى من بقايا المعارضين اللي بوخروبه، كان اخر واحد هو ايت احمد واحمد بوضياف الله يرحمه. ايت احمد لاحقوه التعيا، مات موتة طبيعيه، ولكن بوضياف قتلوه اون بلان بيبليك بلا حشمه بلا حيا. خلينا من هاد المواضيع التاريخيه، راه حنا شوف سير قرا قلب على راسك فهمتي، سير بو هو ريبو مدين خدا صعبوه مويا بو مدين، راه ما عنده لا امجاد ولا تاريخ ولا والو، واحد لا كوميسيون ديال الافلان ديال اللي كانوا شادين البوفوار، بغاو شي واحد يحطوه اللي يتسلط ليهم اللي ما معروفش اللي يكون ناكره باش اللي يقولها ليه يديرها، اختاروا بو مدين، داروا بو مدين ولا وزير الدفاع، من بعد شاب بن بلا داروا القاد حيدوا بن بلا ودخلوا هو صافي تامينيس.
شوف انا البرانسيب دو باز ديالي انني عشت في الجزائر، انني عشت في الجزائر. من ما كنقول لكش لا ما تقولش فيه هواري بومدين، قول تحيه هواري بومدين شغلك حريه ديالك، قول تحيه الجزائر، تحيه الشنقريحه، تحيه تبون، تحيه قايد صالح، تحيه توفيق، تحيه بن علي بلعلي، تحيه العماري، تحيه اللي بغيتي، الله يسهل عليك. ماشي ضدك اخويا، فهمتي؟ انا طلبت منك غير حاجه، ما تدخليش غير في الشؤون ديالي. موريتانيا كانت مغربيه، فرنسا فرضت صحه خداتها من المغرب، ما كانت كاينه لا صحراء غربيه ولا صحراء شرقيه، ما كتبغيش تبقى تسمعوا هذا التاريخ. المغرب بزز منه باش يمشي في القمه الاسلاميه لمسانده فلسطين، اعترف موريتانيا لان كان هناك مشاكل. موريتانيا كانت مغربيه، رجع التاريخ الفرنسي، ما ترجعش التاريخ المغربي والتاريخ الجزائري. سير شوف ليستواغ دو لافريك دي نور عند جون سيرفون شرايفر، عند برنار لاغون، عند موريس غيوم، الفريد غيوم. سير رجع عند المؤرخين اللي ما عمرهم ما كيتعامل معاهم لا مغرب لا جزائر. بلا ما قرا قرا قرا، انتم الجزائريين الضيفو ديالكم ما تبغوش تبحثوا، داكشي اللي قالوا لكم الاعلام وقالوه لكم ديالكم كتامنوا به. سير بحث، خذ راسك واحد 10 دقائق وسير قلب، ادخل قول شنو قال برنار لاغون، شنو قال هذا ولافريك، وقرا قرا مزيان صافي. وديك الساعه ربما تقتنع، ولا ما اقتنعتيش داكشي شغلك. وبالنسبه لي انا بقى تقول فيف هو ريب مدين وفيف اللي عجبك داكشي شغلك، فهمتي؟ انت كتقول فيف بومدين، حنا انتم كتقولوا تحيه بومدين، حنا كنقولوا عاش الملك، فهمتي؟ حنا فهمتي، انا نعرف اشاك فوا كندير فيديو كيدخل واحد ولا زوج. انا ما هادو ماشي ذباب، هادو ماشي ذباب، هادو دي زالجيريان اللي مقتنعين على ان الصحراء ماشي مغربيه وعلى ان المغرب غدر الجزائر. هذا خرجنا من الموضوع كاع، ديما كيدخل واحد البارح دخلت واحد خيتي واحد خينا، واليوم دخل هذا، فهمتي؟ فيف الشهداء. واسي طارق، انت سميتك طارق بن زياد، طارق بن زياد جزائري ولد خنشله. تحيه الشهداء، الشهداء راه ميتين تقول لهم تحيه، تحيه 15 مليون شهيد. دونك لماذا الجزائر ما كتقريش شعبها على ان الجزائريين كانوا لاجئين؟ راه درت واحد لا فيديو قلبوا عليها، ماشي ديالي، فرونسيز، راه كاينه اون فرونسي، على اللاجئين اللي هربوا لتونس واللي هربوا للمغرب، وعدد كبير 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 هرب للمغرب وعاشوا في المغرب وتعلموا الصناعه التقليديه في المغرب، تعلموا الخياطه، تعلموا الطرز الرباطي والطرز كذا والسماقي والسماق الموزونه، وتعلموا يخيطوا الماكينه السيرجي. سيواجي سيرواجي سيرواجي، غير السيرجي كاتب عندك، سيرجي سيرجي، الصفا والمروه. تعلموا النسق، الدراز، تعلموا المرمى، فهمتي؟ وتعلموا الطبخ في المغرب، في المغرب كانوا ولاد نهار، كانوا حميان، كانوا المهايا، كانوا المنطقة ديال سبدو، بني نستار، وبني سنوس، وبني وعزان، وتيرني، و... منطقة كاملة، روبان، والزوية، وبني بوسعيد، والعريشة، والعابد، الجيري. قد دير ليا في الفيديوهات تماك، ودير ليا في شوف، هذاك اللي ريفيرونس ديالك اللي مصاوب دومير، ومصاوب بونيف كاع ما، شوف. طونكو الجزائر، انا كنعطي نصيحه للجزائريين، محد الجزائر تابعه المغرب وهي كتضيع فلوسها على والو. راه شوف تصنت ليا مزيان، دير عقلك شويه، كنت جزائري دير عقلك مزيان. هناك ما بين 35 و40 مليون مغربي، ما بين 35 و40 مليون مغربي، وهناك من جهه اخرى كتقولوا كاين صحراوه. شوف هاد ليكواسيون، كون كاين شويه لوجيك، صحراوه كتقولوا كاينه 40000، انا نعطيكم نزيدكم فوا 10 نردها 400000 صحراوي. 400000 صحراوي امام 40 مليون مغربي. المساحه ديال الصحراء هي نص مساحه المغرب. واش كتظن 40 مليون مغربي غادي يسمحوا في نص مساحه المغرب 400000؟ انا قلت 400000 مو 40. هذا الفكر اللي عاطينو البوليزار، اش كيقولوا ليهم؟ كيقولوا الصحراء ديالكم راها كبيره، وانتم غير 40000 ولا 400000، غادي تبرعوا العيان فيكم تكون عنده 500 هكتار، والعيان فيكم يكون عنده النص ديال المحيط، وغادي يكون عنده الفوسفات. دابا كيبينوا لهم ديك الحياه ديال سوسيال، لا ريبارتيسيون دي ريشيس،
توزيع ثروات البلاد، الثروات الطبيعيه على الشعب، ذاك الفكر الشيوعي. يقول لهم احنا رحنا قلال 40,000 ولا 400,000، والمساحه كبيره وكلها شاطئيه على المحيط الاطلسي، غادي نعيشوا في النعيم بلا ما نخدموا بلا والو، لانهم دابا ولفوا يعيشوا على النفقات، على المساعدات، على الصدقه. سي بور سا كو تي فوا، انا كنقول لك واحد القضيه، البومدين حتى المدسر كيقول لك علاش الجزائريين كيشفروا. بزاف ديال الناس كيتسائلوا علاش الجزائريين شفاره في اوروبا، لا ماجوريتي سوا بزنس سوا شفاره، قليل اللي كيخدم. هذا واقع. علاش؟ لان بوخروبا عاش هو اللي بومدين. بوخروبا الى كوبي كولي البولشيفيزم الكولكتيفيزم الكولخوزو الكولخوزو الصولخوز. انا راه ما كنسب حتى واحد، انا عارفهم كيسبوا، هادو يسبوا ما عندي مشكله، خليه يسب. من بعد غادي شتي راه غادي يسبوا في الاخر يبلوكيو باش ما يبقاوش يطلعوا، وداك الشيء حيت خليهم يعبروا على راسهم، لان هاد الشيء راه كيجرح. بوخروبا الوقت اللي دار الانقلاب، لان ما تخصكم تعرفوا واحد القضيه، راه بن بلا الخبيث، راه بن بلا راه ملحد بمعنى الكلمه، راه شيوعي بمعنى الكلمه، لان كان كيوصف المغرب بالموياناج، وحنا كنفتخروا بالموياناج. حنا ماشي كنعيشوا موياناج، حنا كنعيشوا القرن السابع ميلادي، حنا باقين كنعيشوا القرن السابع. مراسم البيعه 13 القرن هذه باقي لي مام جيسكا اوجوردي، دونك حنا راه باقين في القرن السابع ميلادي، والحمد لله حافظنا التراث والهويه ديالنا اكثر من 13 القرن. عندنا دي ريفيرونس، عندنا مراجع، ما كنحشموش منها، بالعكس كنفتخروا منها. هو اللي كان كيعايرنا كيقول لنا يلفيف لو موياناج، بالعكس راه ماشي غلط، راه ماشي لو موياناج، لو 7 سيكل القرن السابع ميلادي اكدوا ديروا على اي. هذاك بومدين دار لهم الثوره الصناعيه والثوره الزراعيه والثوره الثقافيه، وممنوع على المواطن يدير شركه، وممنوع على المواطن تكون عنده الاراضي وتكون عنده دي فيرم وينتج، خاص تكون عنده ماكسيموم 5 قطارات، وإلا كانت عنده شي خدمه اخرى وشي مدخول اخر يخلي الارض للفلاح. الارض لمن يخدم، هذا هو الشعار ديال بوخروبا. وهذا الشعار اللي جابو راه ماشي ديال بوخروبا، راه ديال لي ماركسيست اكوبا، لي ماركسيست اون يوغاساس. ها دونك هاد الثوره الزراعيه والارض لمن يخدموها، عطى الاراضي للفلاحه لي بيان فاكون، لي بيان شنو هي بيان فاكون؟ كيقولوا ما بيان فاكا، الارض ديال بيان فاكا، لي بيان فاكون، لي بيان فاكون، لي بيان فاكون، الممتلكات العقاريه ما زادوش ايموبيلي. الفاكون سي لا تيغ، لا تيغ اللي ما عندهاش مولاها، ما عندهاش ان بروبريتير، عطاها لهم ودار بعض القرى النموذجيه. يقال انه دار 1000 قريه نموذجيه، بغينا يدير حتى مليون قريه نموذجيه، ودار لهم بيوتا 100 ولا 200 ولا 50 دار، وفرق عليهم اراضي وقال لهم خدموا الارض وها السكنه فابور ودو وكذا، الدوله كتعاونكم. فعلا هاد القرى النموذجيه وعطاهم الاراضي باش يدير الكوليكتيفيزم، يخدموا كاملين وفي الاخر ديال الحصاد يجيبوا المنتوج التعاونيه وتخلصهم داك الخدمه كامله اللي خدموها، يبيعوها واحد التعاونيه معينه ديالها. راه جاوبهم بوتفليقه، هو عطاهم جواب على هاد الثوره الزراعيه، قال لهم المغربي والتونسي، حتى التونسي ماشي غير المغربي، قال لهم في قطار ينتج 60 قنطار، والجزائري في 60 قطار ينتج قنطار، الزلط والتفرعين، الزلط والتفرعين. شوف ما تدخلوش معاه في النقاش على بوسبير، داكشي راه بالعاني اكسبري باش يخرج، لان حنا كنعطيو التاريخ ديال علاش الشعب الجزائري فنيان، وعلاش الشعب الجزائري شفار، وعلاش الشعب الجزائري بزناس. ماشي كلشي، ولكن سو كي سون اللي كيمشيو لاوروبا يمشيو عندهم الدراع ميت، حتى في بلادهم ما كيخدموش. وعلاش المغاربه هما اللي كيخدموا في الجزائر منذ
وجود فرنسا، هذا اللي كنهضروا عليه، راه التحليل الواقعي، ماشي باش نعايروا ولا باش نسبوا. لا، المغاربه هما اللي كانوا هازين الجزائر في الفلاحه وفي البني والاشغال الشاقه كامله. عاد خلي الصناعه التقليديه من الصباط، من الخياطه، من لي طايور، من لي كوردوني، من لي ريباراتور، كل حاجه 99% المغاربه الفلاحه كامله، من العساس، من اللي كيحرد حتى اللي كيحصد، اللي كيسقي واللي قابل الارض حتى تكبر، كانوا مغاربه. وكانوا كيسبوهم مراركة عبيد، هما اللي مقابلين الفلاحة، كانوا كيعطيو لهم العنب ويعطيوهم التفاح والبرقوق. كانت البلاد فيها الفواكه وفيها جاب مخروبة، قال لهم هاد الفلاحة الموروثة من الاستعمار ما عندنا ما نديرو بها. وبدا كيحيد حيد 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 الدوالي، حيد الفيرمات، حيد دار ها سونيلاك، ها سوناتيبا، ها سونيتكس، ها سونيباك، ها سوناكات، ها سامباك، وبقى غادي. دونك دار شركات بخروبه ودخل الجزائريين يخدموا، خلي الفلاحه هما اللي ما كيديروا والو، علاش عطاو ليه دار وعطاو ليه ارض، والعشيه في الاخر كيبيع يعطيو ليه 3000 دينار ولا شي حاجه، والمواد مدعمه، يقدر يعيش غير ب 500 دينار في الشهر، الحليب بدرهم، كلشي مدعم. هذيك الرشوه الغير مباشره للمواطن باش يبقى ديما يدعم النظام الشيوعي، وكذلك يدعم القائد الاعلى اللي هو بوخروبه وما جا وراهما. كل هذا الشيء دي مانيغونس بور سوميتر لو بيبل سون لو سافوار. كيقولوا الحليب بدرهم، وفعلا هذا الشيء راه كان، السكر رخيص، وهاد المواد الغذائيه هي اللي موجوده، ابار سا ما موجوداش. بغيتي الطوموبيل ما كايناش، كاع الحوايج لي برودوي اللي كيبينوا شويه ديال لا ريشيس ممنوع. علاش؟ اللي دخلهم غادي تولي تبان لي ديسباريتي سوسيال، يوليو الفوارق الاجتماعيه يوليو باينين، كاين اللي ما عندوش يشري طوموبيل. الور نرجعوا بشويه بشويه نفسروا هذا، باسكو راهم لي زارجيريان كيدخلوا يسبوا يعايروا، نفسروا لهم هالكراهيه اللي جابوها الجزائريين اللي كانوا في المغرب، لان كيعرفوا اسرار المغرب، يعرفوا المغربي انه منتج واعر، والمغربي اللي يمشي بعيد يخدم، المغربي خدام دمار، المغربي عبد لله وعبد للعمل ماشي عبد للبشر. الوغ هاد المعامل راه فسرتها شحال من مره، ولكن مادام كاينين جزائريين كيتبعوا هنا، نقول لهم هادوك المعامل اللي دار بومدين، حتى واحد ما عنده البيلون بوزيتيف، حتى واحد ما يدير في الاخر، ما يدير داك الحساب، داك الحساب المالي او التقرير المالي، الحصيله ياك، الحصيله البيلون، الحصيله السنويه ما عمرها تكون بوزيتيف. داك المعمل اللي كينتج غير كيخلص العمال كيجيو يخدموا وكيصوبوا شي حاجه، سواء يمونطيو تليفون، سواء يمونطيو شي كابليات، هما راهي مسرحيه. هذوك اللي كيمونطيوهم كيمشيو يطحنوهم يحرقوهم، والمواطن كيجي كيحسب راسو راه كيقضي شي حاجه، راه ما كيبيعوا حتى حاجه برا، وكيقولوا حنا كنبيعوا الكابليات زيمبابوي، وكنبيعوا التليفونات الكادا، وكنصبعوا الطوموبيلات للسنغال، وكنبيعوا الكاميوات. هي راه ما كاين والو، النش ورتلي غير مدوخين الشعب، والشعب كيقول لك حنا كنجيو الطوموبيلات والكاميوات والتليفونات وكذا، كاين والو. الشعب راه كيجي كيتخلص حتى هو تدويره هذيك، غير ما كيدير والو، تدويره باش يقول تحيه بومدين. هذيك الثوره الصناعيه وري لي شنو صنعوا فيها، الا صنعوا شي حاجه من 65 الى يومنا هذا وريها ليا، وري ليا الثوره الفلاحيه، وري ليا اذا كينتجوا شي حاجه، لان الاكتفاء الذاتي في المنتوج الفلاحي والو، مضاربه على البطاطا، مضاربه على اللوبيا، مضاربه على العدس، مضاربه على القطاني. اذا امنا نعطيك لو كونستا، هذه من ناحيه ديال الثوره الصناعيه هنا، هذيك تدويره للشعب، هذا اللي كان في الوزين وما يدير والو يتخلص، ها؟ والدولة هي اللي كتخلصو، وممنوع المواطن يدير شركة كبيرة، أليبوك دو بوخروبا، تا جابو تفليقة عاد حرر الأسعار وطلق ليهم لامبوك، بوتفليقة إلى سكاني لو ماروك وحطو عندهم، كيدخل بوتفليقة بدا الكوبياج، بدا كوبي كولي كوبي كولي كوبي كولي، الإذاعات كلشي ولا كوبي كولي، كي جابو تفليقة، حتى من المشور الملكي قال لهم جيبوا مغاربه يعاودوا يديروا ليه الترميم،
وداروه ونسبوه اليوم انهم اليوم المغاربه هما اللي صنعوهم اللي صاوبوه. هضروا بشويه بشويه وحده وحده وغير بلاتي. تحيه لبشير عبدو. فهمتي؟ بقات كوبي كولي تولوا كيقول لك هادشي ديالنا هادشي ديالنا هادشي ماشي عادي هادشي مبريباري مع عهد بوتفليقه باش يقول لك هادي ديالنا هادي ديالنا هادي ديالنا هادي تاعنا هادي تاعنا هادي تاعنا فهمتي. المهم ماشي غير بنو بالطوطه ولا ولا طارق بنو زياد. دونك الكذوب دارت ليه دار ليه مصنع في الجزائر، مصنع الكذوب العالمي موجود في الجزائر. هذه هي الثوره الزراعيه، الثوره الصناعيه والثوره الثقافيه. الثوره الثقافيه كيجيو عند لي فيتور لوريا ديال لا ليسونس او بكالوريوس كيقول ليه دير بحث في هذه القضيه وكيحيدوا الرموز الحقيقيه اللي كانت كتحار من اجل الاستقلال ما كيذكرهاش التاريخ وكيمجدوا هاد الذين متمسكين بالسلطه تمجيد. كيهضروش على عابيروش العابي المحيدي غير شي شويه ديدوش مراد هادو ولادهم عاشوا في القاهره. هاد الناس هادو اللي الى يومنا هذا باقين عايشين في الحرب البارده. علاش عايشين في الحرب البارده؟ لان باقي واحد المغرب واحد البلاد حداهم اللي كانوا كينعتوه بالفقر والديكتاتوريه والقمع وكينعتو الملك بالقتال وبالاخطبوط وكذا فهمتي والطاغوت. كيشوفوا الناس غاديه نورمال. كيقول لك الحسن الثاني قتل بن بركه قتلوه الجزائريين. قال لك مخابرات دوزيام بيرو هادشي كلشي كانوا دي فرانس فرانكو الجيريان دي فرانكو الجيريان ولا فرانس داخله في لافير باسكو كان غادي يعاود يرجع يفتح كلشي المؤامرات اللي عندنا كان في الجزائر هو الخطيب وكان عندهم غرض يحيدوا المملكه وكذلك وفقير. هادو الناس كانوا باغيين يحيدوا المملكه باتفاق مع الجزائر المخابره الجزائريه وكان عامل مع تشيكوسلوفاكيا وتبعوا الحلقات ديال اللي دارهم على بن بركه الاستاذ نبيل هرباز. دونك باب بروبليم الملك حكم بالاعدام على الانقلابيين. شحال كان العدد ديالهم؟ زوج ثلاثة أربعة مية خمسمية أربعمية خمسمية شحال كان العدد ديالهم؟ شحال قتل بوخروبة؟ هو ري بومدين تاعك تحيا بومدين شحال قتل بومدين؟ شحال قتل بومدين كي كان وزير دفاع؟ لو كلون ديال 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 المعارض اللي ما بغاش بومدين لو كلون ديالو شحال قتل منه من واحد؟ خلي العشرية السوداء حنا كنهضرو على 63 من 62 حتى 65. هو ريبومدين تبع حتى المعارضين اللي مشاو لأوروبا إسبانيا وألمانيا وفرنسا والمغرب هربوا من المغرب تبعهم وقتلهم. قتل 19000 مجاهد حقيقي 19000 مجاهد حقيقي. أما تجي تجبد لي على العشرية السوداء اللي قتلها الافلان تاع اسبانيا سي فري اسبانيا الخيدر قتلوه في اسبانيا دو. اما تجي تقول لي العشريه السوداء 250000 مختفي مقتول وعائلتهم ما خلاو ما وقفوا في ساحه الشهداء ساحه ديدوش مورا زيروت يوسف ولا مش عارف ما خلاو ما وقفوا قال لهم حنا بغينا غير الروفات ديال ولادنا غير نمشيو نزوروهم ولا ندفنوهم وريونا فين كاين ولادنا. 250000 مقتول في العشريه السوداء في غاليزان فيلاج قتلوه به بما فيه وحده القشله ورا الفيديو يشهد على ذلك. الكيران اللي كانوا كيمشيو مشيت بن سكران ومشيت عنفزه كيتلقاولهم في الطريق كيدبحوهم كاملين وكيديروا اللحيه وكيقولوا سير شوف لي روبونتي ديال 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 لا دي ار اس شنو كيقولوا سير شوف لي فيديو ديال بوعياد وديال اي تي داف سير شوف سير قلب تقول لي احنا المغرب قتلت كتخرجوا لنا الموضوع كنا كنهضروا على المغاربه دخلتونا للجزائر نهضروا لكم على تاريخكم الاسود
التاريخ ديالكم مزفت. كاين اسيدي تشوف تاريخ بنو زياد جزائري، بطوطه جزائري، بنو خلدان جزائري، كريستوف كولوم جزائري، فهمتي؟ لي كات موسكيتار ولا سانك موسكيتار جزائريين، عنتر بنو شداد جزائري، شكون بغيتي الاخر؟ طارزون جزائري، راهون جزائري، كونان جزائري، رومبو جزائري، شو بغيتي؟ شكون بغيتي الاخر؟ سيف دو يزن جزائري، شنو بغيتي؟ ها؟ زومبلا جزائري، بلاك لوروك جزائري، كيوي جزائري، شنو بغيتي؟ قول لي شنو بغيتي اللي نردولك جزائري؟ ها؟ شكون؟ شكون؟ الكسندر ديما جزائري، ريشار جزائري، لوي 14 جزائري، عاد خلي مكة وخلي خلي سفينة نوح وخلي الأرض قبل الجزائر قبل من الكون قبل من الأرض، عاد خلي الجزائري قبل من آدم، عاد خلي حواء هي مغربية وقلبة آدم في الجنة عطاتو تفاحة باش هبط، شكون حرق الغابة؟ المروكية يا بابا، داك مول الجلابة. شكون قتل؟ شوف اللي بغيتي يكون جزائري نقول لك جزائري، ما عنديش مشكله انايا، صافي على زيدان جزائري، بنزيما جزائري، ها بن ناصر جزائري، محرز جزائري، ماركاونا جزائري، ايكامبي جزائري، قسامة مروكي، هو قسامة، قسامة ولقجع ودبوز، هادو هما لي بروغراماو حتى الاخير الثانيه وداروا ماركاو لنا. مادام راك تفرج معنا نديرو لك داك الاخر بشويه تفرج الامجاد ديالك. فكرتيني الله يفكرك بالشهاده. هذا شكون هذا؟ شكون هذا؟ ما عليناش حنا غادي حنا جايين حنا جايين بشويه بشويه فهمتي؟ غادي نعطيك واحد النصيحه، راكم ديما تما كتقولوا اليوتي اليوتي اليوتي، حنا نقول لكم البوطي البوطي البوطي. هناك صيادون كاينين في بلينصاف، هنا انت ولد بلينصاف ورشقون و عيون ترك لاكود دو عيون ترك اسيدي، قال لك كيخرجوا كانوا كيخرجوا صيدوا شويه ولاو اوليو باش يجيبوا الحوت ولاو كيلقاو اش كيلقاو؟ كيلقاو الجثث ديال الجزائريين اللي غارقين، ولاو ما كيصيدوش كيجمعوا الجثث. لو فيغارو دار واحد لارتيكل 400 واحد في شهر واحد اللي غرقات، هذو اللي لقاوها فوق 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 واحد دقيقه. والله الا خرجنا من الموضوع هاد خينا هذا جيمكسكيز، خرجنا من الموضوع اسيدي ماشي بصح، واسيدي ما راه كيموت ليكم حتى واحد في الشواطئ اسيدي، ما عندكمش الحريق، ما عندكمش الحريق. شي الميريا، الميريا عامره بالحراقه، مغاربه اللي عايشين في الجزائر 1500 واحد الشهر اللي داز دخلت من الجزائر، هما مغاربه دخلت من المارين الجزائريه. والله العظيم كنا دايرين الموضوع، كناش كاع نجبدوا الجزائر، كنا غنهضروا غير على لي زانفلونسور اللي متبعينهم المغاربه، ولكن دابا ملي بديتو تهضر على الجزائر فهمناك على ان الجزائريين ديال بحالك انت مقتنعين ان المغرب متعدى على الجزائر، مقتنعين علاش قراوها لكم في السينما، في الملتقيات الثقافيه، في الكشفيه، في المركز ديال الافلام ديال الحزب، في المدارس،
قراوكم على ان المغرب اعتدى على الجزائر وغدر الجزائر ودار الجزائر. ما عمر قالوا لكم ان الجزائريين كانوا عايشين في وجده وكانوا عايشين في احفير وكانوا عايشين في بليدرار وكانوا عايشين في بركان، والفيرما ديال بن الحاج اللي كان فيها بن بله وبومدين وبن صلاح وبن غبريط، وكان فيها بخرمه هو كان فيها، كانوا فيها حافظ بوصوف كلهم. وما قراوكمش ان الحسن الثاني صوب معمل اسلحه للجزائر، وما قراوكمش ان الحسن الثاني هو اللي كان مكلف بالاسلحه اللي تجي من كوبا في السكر، اللي كتجي في السكر. المغرب كان كيستورد البيطراب وكان السكر باش يصاوب به السكر للبلاد ويصاوب به القالب اللي هزيتوه. بن بله بالحسن الثاني كان كيستقبل السكر اون ماتيير بروميير اللي هو البيطراب، وبعض المرات كيصاوب الاغلبيه كان ياخذ الكانا سيكرو والبيطراب باش يصاوب القالب اللي هزيتوه بهذا اللعبان ديالكم. ووسط منها السلاح، المغرب كان كيجمع السلاح وكيتكلف به. الحسن الثاني اون بيرسون كان امير، كيقول لكم شريطه ان لا يستعمل داخل المغرب. وفرنسا كتدخل تقنبل كتلوح كتقصف المناطق الحدودية حتى قصفت فيلاج طوبة، وأول قشلة جزائرية دارت في المحلة، وقشلة دارت فيلاج طوبة جزائرية، وأول إذاعة مغربية دارت في الناظور، دارت في المغرب. باش علاش دارت في الناظور؟ الفوق باش تكون بعيدة على لونتي غادار البغوياج باش ما يبرويوهاش الفرنسيين، فهمتي؟ باش نهضرو مزيان. الجزائر وكان هناك صوت العرب اللي كان يشرف عليه في مصر، كان كيشرف عليه الخائن القاتل جمال عبد الناصر. وفكرتيني بتويست، تويست اللي في الحوت درا، مشيت العابد تويست ما بين العابد. ما كاين لا حرب لا والو، وعمولا وكيبقى يوصف في شي باطاي في شي معركه خياليه في الراديو، راه ضربوا كذا والناس كتبقى تزغرت في الديور، وهذيك غير مسرحيه بحال اللي كنا حنا دايرين سيف دو يزن. سموني وحش الفلا ورموني اهلي في الخلا وحماني الخالق الرحمن. دونك حنا عارفين هذا الواقع، ولكن الجزائريين ما قراوهمش هذا الشيء. الناس الكبار اللي عارفين هذه الحقيقه مع الاسف غاديين وكيمشي، ولكن نتوما قراوكم هذا الشيء، قراوكم في المدارس على ان نساويكم. كنا الامير عبد القادر سلم المفتاح ديال الجزائر لفرنسا وعلقوا ليه الاوسمه ديال لافيداليتي ديال الوفاء، وعطاو ليه القصر ديالو فرنسا. ومن بعد ما قدرش على الجو ديال فرنسا وبغى يسمع المئذنه ويسمع الاسلام، داوه يعيش في سوريا، والى يومنا هذا الاحفاد ديالو كياخذوا المنحه. وهذاك ولد عاميروش نهار اللي دوا وقال هذه الحقيقه اعتقلوه في الجزائر. حنا مغاربه ما كنسبوش الجزائريين، كنذكروهم بالتاريخ ديالهم. الجزائريين كانوا عايشين في المغرب ونكارين الجميل. اليهود اللي كانوا عايشين في المغرب واليهود المغاربه اليوم جاوا المغرب قالوا احنا موجودين مستعدين نردوا لك الخير اللي درتيه فينا. محمد الخامس اللي حمانا من المحرقه، محمد الخامس اللي حمانا وحمانا وندمنا علاش تبعنا الموساد وهجرنا لاسرائيل، ندموا اللي مشاو لاسرائيل. واليوم باغيين يشريو الذمه ديالهم، يشريو داك اللي داروا فيهم محمد الخامس والحسن الثاني. هما اليوم شفت اتفاقيات مع اسرائيل. وانا نقول لك واحد القضيه، شتي بالنسبه لي انايا، انا عمرني نقول لكم راه اليهود احسن منكم، لان لا مقارنه، لا مقارنه. نتوما طردتوا 350 الف مغربي نهار عيد الكبير وديتوا لهم الممتلكات ديالهم، ديتوا لهم الممتلكات ديالهم، ديتوا الممتلكات ديال المغاربه، خرجتوهم عريانين كما قال لكم توفيق مدين، قال لكم جرفتوهم للمغرب حفاة عراة، وطبقتوها على لتر، وخليتو الحولي ديالهم الكبش معلق، وكاع دوك الشفاره ديال الجزائريين دخلوا لديورهم وخونوا لهم الممتلكات ديالهم. نعرف دي فامي راه حشمت نجبد السميات ديالهم. فين كنت انايا؟ كي مشاو المغاربه كانوا مزلوطين ما كيخدم حتى واحد، كيمشيو المغاربه من ورا المغاربه ولاو عندهم لي كاميون ولاو عندهم الطوموبيلات ولاو يبنيو في عين السباع ولاو في الدان السباع ولا ها؟
خويا حنايا عبيد، حنايا عبيد. ايوا نتوما مالكم؟ حنا عبيد، حنا كنعبدوا الملك. يلا هم بعد، فاش ضركم هذا الشيء؟ فاش ضركم؟ حنا ما كنعبدوش الملك، ولكن انا نقول لك حنا كنعبدوا الملك. حتى فاش ضركم؟ سافو توشون كوا؟ اديناكم، درنا لكم شي حاجه. سير قول قول للهنود علاش كتعبدوا بودا، وعلاش كتعبدوا اللفعه، وكتعبدوا النار، وكتعبدوا الطوبة. سير دوي معاهم، سير دوي مع لي جابوني، قول علاش كتعبدوا هاد الصنم، ودوي معاهم. حنا راه كنعبدوا الله، ولكن انت بغيت تقول حنا عبيد الملك. اسيدي لي نفريض سيبوزون كو نو سوم لي سيجي دي روا، سافو نوي اون كوا، سافو توش اون كوا، باش كيضركم هاد الشيء؟ باش قول لي باش كيضركم؟ حنا ماشي شغلنا فيكم. نتوما كان عندكم 1.5 مليون شهيد كيما قال جمال عبد الناصر، شويه ولات 5، شويه ولات 7، شويه ولات 13 مليون. مزيان، تفتخرون بامواتكم ونفتخر بابطالنا وبانجازاتنا. حنا نفتخر بالانجازات، اما الاموات رحمهم الله والله يكون نصيبهم الجنه. حنا لا نفتخر بهذا الشهداء. حنا فرنسا ما قتلتناش المغاربه بزاف قد ما اللي قتلت الجزائر بالغدر. جميع المعارك اللي دارتها الجزائر مع المغرب داخل التراب المغربي، عمر المغرب دخل الجزائر ضرب لها ابار لاكير ريصاب اللي كان المرحوم جنرال بن عمر داخل تندوف ودخل الملك بعد تدخل فرنسا لان كانت باقيه تماك. الوغ حنا عبيد اسيدي ديال الملك، من بعد باش كيضركم هذا الشيء؟ باش كيضركم؟ حنا كنشوفكم تعبدوا بملاو بومدين، هو ميت كتعبدوا بملاو كتقولوا فيغ بومدين وبومدين ميت. قلنا لكم علاش؟ شغل لكم داك الشيء؟ اللهم دومكم على محبة أمواتكم وشهداءكم، وهو ريب مدين اللي هو أصله سميتو ما قدروش تقولوها الحقيقية. بخروبة بخروبة ما تجي منه توبة، وحياته كاملة من كوبا، ومات بالسيدة وكان لوبيا خضرة، ما ولد ما خلى خلف، لا هو ولا بن بلة ولا بوتفليقة. حنا سيدي عبيد وانتم احرار، ما كتحرقوش في البوطي، ما كت لاغارد كوتيار اسبانيول يومين كتنقد عائلات، راه ماشي جزائري ديك العائلات اللي كتنقدها، راها مغربيه مروكيه. المراه هازه الرضاعه وغار كانوا جبدوها مروكيه، كاع دوك اللي كيتشدوا دابا في الميريا وكيطيحوا في الميريا مراركه كما تقولوا انتم. البوطي حنا ما عندناش البوطي، عندنا حنا المغرب لا مارين ماروكان هي اللي كتحرك، الجزائر ما كيحرقوش كاع نهائيا. وسير اوليدي تشوف لا شابير شكون كيبيع الدخان تماك الكارو، وسير شوف بواد بولوني، وسير شوف كليشي وسير شوف. الا كنت سميتك طارق بن زياد وتهضر بهذه اللغه راه كتشوه بطارق بن زياد. طارق بن زياد راه امازيغي وحر، حر حر. انت كتهضر الهضره ديال الشكامه، الهضره ديال 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 البصبع زرق بلو فينغر، ثم عندكم بصبع زرق وحنا عندنا بلو موني. ديما كنقولها لكم بلو موني، وير وي كان سي اور كينغ اور غلوريوس كينغ. بلو موني يو نو بلو موني يو نو بلو موني يس ديس بلو موني ماشي بصبع زرق. سمعتي البارح فيديو ديال صاحبي اللي قال لي عندي 100 مليون جزائري تروح ما بغى يصرفها، 5000 هادي كتسوى مليون جزائري، طاح ولا 200 درهم 250 درهم للمليون. عنده 100 مليون بي الجيريا ما بقاش اللي يشريها من عنده. الزليج تاعكم، قصر البديع ديالكم، قصر الحمراء والعنبراء ديالكم، نتوما اللي بنيتو اشبيليا وغرناطه وكوردوبا. نتوما شوف الفيتناميين، الفيتناميين ضربوا معهم 5 ديال الدول، جابون لا شين لا فرنسا الميريكان، حياتهم دوزوها غير محرب غير مع الميريكان. مات لهم 5 المليون، وما بين الميريكان ولي زوروبيان مات لهم
خمسة المليون اللي ماتت ليهم. عمر تسمع شي فيتنامي يقول لك عندنا خمسة المليون الشهداء؟ اشنو هذا؟ باغي يحسن باللي كاين مينورا ستانلس عندكم مينورا. المهم خلينا نرجع للموضوع ديالنا. يعني راه فسرت لك، قلت لك اودي بومدين شراكم بالثوره الزراعيه ما نجحتش، حتى الثوره الثقافيه زورتوا التاريخ وزورتوا الكتب وشريتوا العائلات وشريتوا كاع الناس، الشهود مزورين، الاعلام مزور، كل شيء مزور باش تبينوا لكم امجاد، وليس لكم لا امجاد ولا هويه ولا تاريخ. تيرمينيس. المشور الملكي راه مشور ملكي مغربي، وانتوما ما كتبغيوش الملوك، علاش كتقول لي مشور ملكي؟ واحد ما كيقول لك ما بغيش ملكي وكيفتخروا بالمشور الملكي. المشور الملكي راه مشيت انا بركت فيه، كان يدخلوا فيه الزوايد، كان يدخلوا فيه اش من ناسيوناليزا بومدين ناسيوناليزا البترول، راه غير مسرحيه مع المغرب مع لا فرنسا، راه توتال بقى شاد كل شيء. سير طل دابا شحال كياخذ فرنسا، سير خلب على لي زاكسيون الكامبو، واش مناسيوناليزي؟ هذيك اتفاقيه سريه باش يسكت بوصبع ازرق بحالكم انتوما. باقي ياخذ دابا النصيب ديالو لونجليتير لاميريك اي لا فرنسا، دابا كياخذوا حقهم البترول والغاز الجزائري. انتوما فين راكم؟ ليه باين عليكم شي غاز ولا شي بترول؟ انا نعطي غير واحد السؤال، ياك فلسطين في حرب مع اسرائيل ياك، وانتوما كدعموا فلسطين ظالمه او مظلومه ياك، حرب اسرائيل فلسطين، شحال قتلت اسرائيل الفلسطيني وشحال قتل النزار ومدينة توفيق، شحال قتل بوخروبه؟ مشيو السؤال الثاني، ياك فلسطين عندها حرب، شحال السميك ديال الجزائر؟ 100 دولار السميك الجزائري، 100 دولار ماكسيموم 120 دولار. السميك ديال الفلسطيني 730 دولار، سبعة المرات السميك ديال الجزائري، 7 فوا السميك ديال الفلسطيني. واحد السؤال اخر، عمرك سمعتي بشي فلسطيني فلسطينيين معتقلين وفلسطينيات معتقلات على الدعارة في الامارات وفي الكويت وفي السعودية وفي البحرين وقطر وعمان؟ عمرك سمعتي بها فلسطينيات؟ سؤال واحد اخر عاود نعطيه لك، عمرك سمعتي بشي فلسطيني او فلسطينيين معتقلين في المانيا في بلجيكا في اسبانيا على السرقة؟ السرقة عمرك سمعتي بشي فلسطيني معمرين الحباسات ديال اوروبا للسرقة؟ عمرك سمعتي بشي فلسطيني حارق ياك عندهم الحرب وكتعدى عليهم اسرائيل وكتخذلهم، واش سمعتي بشي فلسطيني حارق كيحرق؟ خلي فلسطين، مشيو لدول البترول، الامارات، الدنيا ديال ريال مدريد وديال الفرق الانجليزيه والفرق كذا، اش عندها الامارات؟ دبي شحال كيبيعوا ديال البترول؟ سير قلب. الجزائر كتبيع 1000 فوا بلوس لو غاز و لو بترول كو دوب كو الامارات، سير شوف دبي كي داير. شوف قطر لا كوب دي موند، فين هو بوتفليقه؟ يكون على بالكم اننا بلادكم مش قادره تنظم كوب كاس عالم واحد، بل زوج كؤوس، دو كوب دي موند، دو تستيكول، ما يتفرقوش بحال شنقريحه وتبون اللي غادا تنظم حاشا السامعين وخاصة انت اللي هو يلا جاوبني، قول لي نهضر معاك دابا، قول لي دابا هاد قطر اللي كتنظم كأس العالم، نتوما نظمتو العاب البحر المتوسخ، الماء ما كاينش، كونيكسيون مقطوعه، الشوارع مقطوعين، لاكورس ديال البيكالات ديال البسكليتات، سباق الدراجات حبسوا لومبوتياج، الحي الرياضي او الحي الرياضي فيه لابيسين ناشفه، الماء ديالها اخضر ولا بحال القلته، كيلعبوا فيه القراخيرو لي غونوي جرانات، فينا هو الماء اللي بغي يدوش كش ما كيخرج ليه والو. انا راني نكذب، انا كذاب، انا كذاب، انا كذاب الف مره، انا كذاب. سمعت فتحت عيني دراري ولقيت الجمال في كل مكان في كل مكان في كل مكان. المهم انا كذاب. هذا شوف
والله الا كنا نهضروا واحد الموضوع ديال سعد اشرف والله سميتو سعد الشرعي سعد الشرعي على المغاربه وعلى ذاك الفيديو اللي درتو عليه في الاول قبل ما يجي للمغرب. انا قلت لكم واحد النصيحه، السبب هلك الجزائر هو هاد القضيه اللي مسكونين بالمغرب كيهترفوا منه كيكون ناس مروا مروا ها مروا ها كتهترفوا بالمغرب. بوغطاط هو المغربي، علاش احنا الدولة الوحيدة التي تستطيع ان تمحي المغرب في ساعة هي الجزائر. وهذاك لو بيبيير لو بيسير سير لي كوش، عندي ستوك ديال لي كوش اللي طاحوا اون با. القوة الوحيدة في المنطقة هي الجزائر، وتكافئ وتناضل ضد الإرهاب وحتى ضد العدو الكلاسيكي، حيت شدوه تعتقل في أمقالة 76 إلا يتي أو تارماتيزاو تماك، وبقى عاقل على ديك تارماتيزاسيون ماروكان، وبقى حاقد وركب عاود ركب تبون وقال شوف اللي يبغي يحكم الجزائر ويشد الحكومة ديالو مزيان والشعب يطيعو مزيان يقري الشعب ديالو كراهية المغرب. الشعب الجزائري ما يقبل حتى شي رئيس يكون صديق مع المغرب. الجزائري اليوم اش كيقولوا؟ تصنت مزيان طارق بن زياد، الجزائري كيقولوا حنا ما كناش باغيين تبون، كنا نقولوا تبون مزور جابوه العسكر، تبون مزور جابوه العسكر. قال لك ولكن مين شفنا تبون كيسب المغرب وكيعاير المغرب كيدير المغرب؟ والله غير زيدو نرشحوه مره وعقلو، الا ترشح تبون المره الثانيه والثالثه والرابعه غادي يبقى رئيس بحالو بحال بوتفليقه. كل اللي يتحامل عن المروك يبغيو الجزائر، علاش؟ لان الجزائريين الشعب الجزائري هو الذي يعادي المغرب، الشعب الجزائري هو اللي يكره المغرب. ودوك الشعارات الفيسبوكيه ورحنا خاوه خاوه دوز على شي وحدين، انا واش نقول على القضية؟ شوف حنا غادي للقطار خويا، حنا غادي للقطار غا مقصرين، ما غادي نديو كاس، حنا غير ما وقعناش بحال هكذا. شوف واخا تنبح تقول بوسبير بوسبير بوسبيري يا ولد بوسبير، راه كاع داكشي المغاربه كاع ما يتصنتوا لك، كاع المغاربه عارفين اصلهم وفاصلهم. ما كنقول لك تصنت ليا بنادم، واش انت واش عندكم شي عقل ولا ما عندكمش؟ المغرب الادريس الاول هذه 13 القرن وزياده من اللي اسس المملكه المغربيه الامبراطوريه المغربيه، راه غير محمد عندكم نتوما دو هو ريبوم دين، هو لي مومدين دو ولا بوتفليقه دو، عندنا حنا حسن دو وحسن تروا راه جاي في الطريق ان شاء الله، ولا طول عمر الملك سيدنا، حنا كنقولوا سيدنا لانه يستاهل السياده، سيدي محمد سيدي محمد سيدي محمد يا سيدي محمد. وانتم عزيز عليكم اللي يسب مالكو يسب محمد السادس سكست، شحال محمد دازو قبل منه؟ نهار كانتوما بوس بير ولاد بوس بير ولاد بوس بير، علاش كتبغي تهضرني؟ واحد راه قبيله دار واحد الفيديو عليا وقال لي كتعير النساء الجزائريات، انا ما كنعيرش النساء الجزائريات، كنقول لك ان الجزائر كان فيها اكبر، ما بغيتش نهضر ما كيهضروا معاك بقى نجبدوا، غادي تخرجنا غير من الموضوع فهمتي، ندخلوا تسوسطاره وبوسعاده وفيلا جلفت وريد لاك ديك سيد الهواري ها والقرابه، ونعطيك لي فيديو ديال دوك نزيد لك، لا بغيتي عندك شي لاخر نزيد لك لي فيديو ديال لي فيديو. وهل الاغلبيه هادو اللي كيهضروا واحد زدت ليا في الواتساب المعيور وكلشي عايش في المانيا، واحد عايش في المانيا وواحد عايش في فرنسا، بعدا كي تبغي تعايرني وتبغي تسبني سبني من بلادك من الجزائر، بين لي بلي راك عايش في الجزائر وكلشي موفر لك في الجزائر، انت هارب لاوروبا
بلاد الغربة وكتسب المغاربة اللي عايشين في بلادهم. المهم كنحيي المغاربه اللي تفاعلوا معايا، كنحييهم. المهم هذه جات مناسبه باش ذكرناهم، لانه هو دابا راه غادي يدي ما يعاود العائله ديالو، فهمتي. حنا ما كتهمناش كاع شي الصحراء راه حنا فيها، وباش نهنيه باش ما يبقاش يقول لي نتوما يهون، نقول له ودي راه حنا هما اسرائيل، اسرائيليه المغرب. وبوتفليقه راه شد ايوه تبارك، قال ليه بغيتك انا السمع والطاعه ايها يهودي، الا بغيتي شي حاجه راه حنا موجودين. ارجع دير هكذا في اليوتيوب، دير بوتفليقه مع يهود بارك، واسمع بوتفليقه اش كيقول. تسمعليش انا، اسمع بوتفليقه اش كيقول. اللي 20 عام وجدي مخزز، وجدي مخزز، وجدي ما داز لا بوليسي لا جدارمي لا مخازني عندنا، دار عندكم رئيس 20 سنه. من هنا يبان لك المغاربه كي داير. هي مسكين انا كنهضر ويقول فيف لالجيري، فيف لالجيري، واه فيف لالجيري وفيف تبون وفيف وحدها. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم طول عمر تبون، اللهم طول عمر شنقريحه، اللهم طول عمر كوجير، اللهم طول عمر نزار وابن علي بلالي ومدينه توفيق والعماري وشنقريحه، اللهم طول عمر، اللهم طول عمر لامبي، اللهم طول نظام الكابرانات، اللهم طول نظام الجزائري، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. صافي حنا دعينا معاك، صافي. نرجعوا للموضوع ديالنا. أنا الفيديو اللي كنت درت هذه بليز داموا على سعد، اللي قلت ليه ما تبقاش تجبد المغرب وما تحرضش المغاربة على ضد الملك وضد الحكومة وضد النظام، وأنت ماشي شغلك، لان عندكم حتى نتوما مشاكل ديالكم، سيروا شوفوا المشاكل ديالكم وعلاقتنا مع اسرائيل وتطبيع او اعاده العلاقات، داك مساله سياديه. ولكن مع الاسف هذاك الفيديو اللي تعاودت ليه باش نذكره باش يشوفوا يطلب الاعتذار، لان شتو شد الترابو ديال فلسطين، بغينا نذكروه باش يطلب الاعتذار، على حسب ما وصلني من تعاليق على انه قدم الاعتذار للمغاربه، وقال لهم دابا راني فهمت علاش المغاربه يبغيو الملك ويبغيو بلادهم. هذا هو الموضوع اللي كنت نهضر عليه. واليوم كيشكر غير هو، خصكم تعرفوا واحد القضيه عاوتاني، يفو با ما خصكش عاوتاني تمجد بنادم تتبغي دير ليه تيمتال. راه الفيديوهات ديالو راه كيشوفوها غير المغاربه، راه ما كيشوفوهاش لي زونغلي لي اسبانيول لي فرونسي الاوروبيون الافارقه، ما كيشوفوهاش ولا مصريين ولا فلسطينيين، ان سيغ ميل ولا ان سيغ دو ميل، غير المغاربه وبعض الجزائريين اللي دخلوا يسبوا، ما بقاوش كيدخلوا لانه ولا عايش وسط المغرب عنده الدليل حداه. هادشي اللي بغينا نقولو، وكنشكركم. وضروري شوف كل ما ندير شي فيديو، هادشي علاش جي ايفيتي اليوتيوب، لان في اليوتيوب دير لايف يدخلوا غير هما، سيرتو معايا انا، كيدخلوا عند سنايبي، ويدخلوا عند نعوم، ويدخلوا عند منار سليمي، ويدخلوا عند حاتم، ويدخلوا عند نزار، كاع هادو اللي كيديروا، ولكن انا يدخلوا عندي لان عندي ولاد الحومة، عندي ولاد اللي كيعرفوني واللي قراو معايا واللي عايشين برا، فهمتي، راهم عارفين شنو غادي نجبد، وكيبغيو يبيرتيربيو لو سيجي باسكو جو نو سوي كان تيموان. هذه كتسمى التأثير على انفلونسي لو تيموان، التأثير على الشهيد، التأثير على الشهيد، باسكو هنا شاهد من الموقع ماشي من المواقع، من الموقع. جو سوي ان كونستاتور سير لي ليو، عاينت الموقع وشفتو. والله العلي العظيم الا قال داك الخبير في علم النفس اللي كنت اللي كنشكرو، كنهضر معايا في الفيديو جوج مرات، قال لك يقومون بعمليات الاسقاط يرميو على المغرب. والله الا دارها ليا في راسي انا، مع كلمه اسقاط ما كانش عندي هذا المصطلح. كل ما هو عندهم خيب ومشوه كيرميوه على المغرب، ولقيتها جابها لاصقه، جابها لاصقه بحال البيت ديال البياز.
مع كوت ديفوار اخر، ولا ديال اكامبي، ديال اكامبي حتى هو هذاك البيت ديال اكامبي وديال البياز وديال عزبو دربالة اللي دار جر لا ديفونس كامله عطاها لمصر. على اين حنا نو سون دي غون بير، وخصنا نهضروا في المعقول. هاد القراقير اللي كيدخلوا يسبوا يعايروا، ما كيبغيوش ارغيمونتيو، ما يبغيوش يتناقش معاك. انت تهضر ويقول لك انت كذاب، انت بوسبير، انت كذاب. مقلب على شي فيديو في اليوتيوب ديال شي خائن دار، كيبقى يبليه لك باش يحرفك على الموضوع. انا عشت في الجزائر، جو كوني لالجيري. يوسف بالليلي ماركابي زوين، ماشي مشكل، با دو بروبليم. يوسف بالليلي انا بقى فينا الحال، حنا في يوسف بالليلي ماركابي. من بعد حتى امزين راه ماركا على الجزائر بيت من السونتر من لوكوا، ماركا على الجزائر وقصى الجزائر من كاس العالم في قلب الجزائر. والمغرب اللي مشى لاكوب دي موند ايام طاح الخلج والخلجه امزين، ها شكون مشى لاكوب دي موند؟ المغرب قصى الجزائر في قلب الجزائر 2-1. ونسيتي البيت ديال الشماخ دقائق الوقت الضائع في كأس إفريقيا ديال تونس، والبيت ديال الحجي اللي بدا كينقص برجل وحده، والبيت ديال الزايري اللي جر الجول. نسيتي السعيدي اللي شرك السروال بوكرة؟ نسيتي في الماتش ديال مراكش كنت فيه هنايا؟ نسيتي أمول؟ المهم ما عليناش، حنا مطبعين. والدراجي، الدراجي راكم عارفين، الدراجي اللي ترماتيزي، كاع لي ترماتيزي ما تديوش عليهم. ترماتيزي بار لي كابرانات، ولي كابرانات هما ترميزي، لا ترماتيزاسيون الي ريسيبروك بيناتهم، ما تديوش عليهم، فهمتي؟ حنا كنا هضرنا على سعد الشرعي الوقت اللي قال ديك الهضره، ما كنتش حاملو انايا، وتلاقيت مع صاحبي لي جام كوينز باركس رانجرز، واللي هو عضو فيها، من عضو ديال الفريق، وكنهضروا على الرياضه، وكيعاود لي كيفاش لونجليتير، وكنزرف لي فيديوهات وكنحييه. وجاب لينا وفيف حافظ الدراجي تاعته، فيف يوسف بن وعديه باقي حي، فيف يوسف بن وعديه، وفيف مرزوقي، وفيف الزواوي. يعني انت ما تعقلش على هذا الشيء، انت يلاه تزاديتي غير البارح، حتى من الجيل ديال التسعينات، ما عارف لا المغرب لا الجزائر، كدوي فهمتي. الور انا الملاحظات اللي درت ليه، قلت ليه ما تبقاش تهضر على المغرب وتقول المغاربه ما خصكمش تمشيو مع السياسه ديال البنات، في الطبيعة يكونوا ضد وخصكم تنتفضوا عليها. وجاوبتو بنصاولا كرون جوار. شوف حنا مغاربه رياضيين، بنصاولا كرون جوار. نزيدك واحد الخبر، بنصاولا راه صاحبي محمد بواحد الجار، بالقدروسي راه صاحبي، هاتفي اللي سميتو عليه التيرا، هاتفي صاحبي. ملي كنت كنعرف هاتفي كيلعب 5 فلامسيه اورو، فهمتي؟ واش بغيتي نجبد لك ايام تفريحه ولا ايامات والناس بنساولا كرون جوار، بنساولا وعصاد وبلوبي، هادو. شوف الكره، حنا ماشي مرات، سمعتيني؟ كنعرفو في الكره شكون كوايري. انا كاع ما تدخل ليا زعما تقول لي بنساولا، ما بنساولا كرون جوار، بلومي كرون جوار، ماجر كرون جوار، منات دالي ديال لاكابيلي، ديال جي اس كابيلي كرون جوار، منات ديال ناعيم بطروني، شنو بغيتي؟ مرزقان ايغي اللي جا درب عندنا هنا، بني اللص ديال وداد التلمسان، شنو بغيتي؟ بوشناق، اي جوار نجبدوه لك من الستينات حتى الاخر كنعرفو. هاد الناس هادو كاع تخا تجبد ليا تقول لي بنساولا ولا راه. نهار اللي لعبت المغرب هنايا، مشاو الجزائريين اللعابه، مشاو باب مراكش، وغا كيشوفو في لي جاكيت دو كوير. والله العظيم الا صاحبي مول الماكازان ديال الكوير دخل باللومي وعطاه جاكيت كادو، وعطاه صاحبو كادو، حنا خاسرين معاه. حنا رياضيين، حنا ما فيناش داك المرض. سرباح ديال سرباح، لكن قبل من سرباح كان والناس هو الكارديان ديال يا ما تفرحه، كان يلعب بالراس يا ما وهرم.
يا مثل وران كانت عندهم ليزمو مديوني و ولامسيو ولازمو والحكام ايضا ما بين لينا جديده والحمري لامسيو ولازمو اورو. خلينا من هذا. شوف انا غير تيموان، انا غير شاهد اثبات. بقى تجبد لي على بوستر وكل شيء، الناس كيتصنتوا لينا وكيشوفوا فينا ولينا نهضروا على شي حوايج. واش الصوت ما كاينش؟ الا ما كاينش راه السابوتاج طالع. شوف والله العظيم والجزائر اني با ترو طا، والله الجزائر تطلق من المغرب والله غير دير لاباس. علاش؟ المغرب مقيوم عليها غالي بزاف، المغرب مقيوم عليها غالي بزاف. كتعطي الفلوس هنا وهنا 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 باش تدمر المغرب، وهي راه كتدمر فرنسا بلا ما عايقه. بحال داك القمار، داك القمار اللي كيميزي يلعب لا رولوت، هنا غادي نربح هنا غادي نربح هنا غادي نربح، عاود ميزي هنا غادي نربح، عاود ميزي هنا غادي نربح، ميزي زيد ميزي هنا غادي نربح هنا غادي نربح هنا غادي نربح هنا غادي نربح. هذاك القمار اللي بقى يربح في الاخر بقى يحيد الحوايج، يرهن الحوايج، هنا غادي نربح، حيد السروال هنا غادي نربح، تيتعرى وما يربحش. هذا الشيء اللي وقع في الجزائر. فيف لو بريميو نوفمبر. انت جزائري كتقول فيف لو بريميو نوفمبر، فيف لو بريميو نوفمبر. أول رصاصة المقاومة والثورة الجزائرية في جبل الأوراس سنة 1954 في أول نوفمبر. ونوضو تنعسو راه دوخوكم، راه الحرب راه كانت نايضة والثورة كانت نايضة ضد الصليبيين في الحدود المغربية، فيها جزائريين ومغاربة كيقاوموا الاستعمار والحركة ما كانوش باغيين. اش من بريمي نوفمبر ما بريمي نوفمبر لصقوها لكم الأفنان ولصقوها لكم، راه كان الشيخ بوعمامة والجيوش ديالو كانوا المغاربه كيضربوا على ضد الصليبيين، ما كانش عندهم الفكره ديال الجزائر ضد الكفار. كان الجهاد ثوره اول نوفمبر ديتو الثوره شيوعيه، راه كانوا الناس مسلمين كيدافعوا لكم على بلادكم وكانوا كيحاربوا الصليبيين. سير قلب على الشيخ بوعمامه، سير قلب المنطقه ديال بوعرفه وديال فيكيك، وهبط حتى للسعيديه، من السعيديه بركان احفير بني درار بني وكيل، طلع الوجدة كاملة تما كانت المقاومة قبل من 54. أوليدي الله يجيبك على خير، هذيك اللي قراو لك أول رصاف أول نوفمبر اللي بغيتو تحتفلوا بها على ظهر القمة العربية، عاق بكم بوريطة، كل شيء عاق بكم. المهم غادي نمشي في حالتي، اللي علينا راه حنا قلناه. بالنسبة لي أنا سواء دراجي او سعد الشرعي او حاجه، الدراجي جا للمغرب وتهلاو فيه المغاربه وجا للدار البيضاء ومشى المارينا وما خلى ما دار، لا هو خدام مع الكابرانات. شكون يصوفاه من غير مدينه توفيق ونزار؟ هما مصوفينو. شوف حالته كيفاش كان داير. دابا راه هما دابا راك حاسب خدام عند قطر، كتظنوا ان قطر هي اللي كتخلصو. قطر بغات تجري عليه، راه مدينة توفيق قالها غير خليه ونخلصوك من الميزانية ديال البترول. هادشي اللي كاين، كتخلصو الجزائر، خدام في قطر والجزائر كتخلصو. اليوم كنقول لك أنايا الجزائريين المتبعين، سيروا قلبوا على المشاكل ديالكم وبعدوا من المغرب، إني با تخو طاغ بو بيان فيها. وهذا الجيل اللي كذبتوا عليه وقلتوا ليه المغرب عدو، راه العدو ديالكم راه هما الناس اللي خداو النظام بطريقه غير شرعيه، اللي سرقوا منكم هذه الثوره اللي كتهضروا عليها، اللي سرقوها منكم الافلان ودار حزب واحد وبقى مسيطر عليكم 60 عام. ونهار اللي بان الفيس وبغاه الشعب بالاغلبيه نطو كريتو الجيه باش تحاربوه وتقولوا راه المسلمين هما اللي كيقتلوا الابرياء، هما كلهم كانوا بلا ديارات. سيروا قلبوا لكم، فوزافي شوازي لا موفيز غوت، لا بخوميييغ غوت لو كومينيزم اللي هي غلطة، ولا دوزيام غوت هي العداء ضد المغرب. جوج طرقان غالطين تماما، خسرتوا فيها كاع فلوسكم وستين عام ديال الأوهام. كنحيي المغاربة وهادوك اللي دخلوا كينتقدوني على عقيبة سعد الشرعي. انا كنقول لهم واحد النصيحة، ديروا ليه واحد التمثال وديروا في ديوركم اللي عندكم اتساع، ديروا ليه واحد التمثال وصوبوا ليه واحد الكادر وعلقوه عندكم ديروه تماك.
الوقت اللي كان كيعاير المغرب راه جاوبتو ديك الساعه، ولا فيديو اللي عاودت البارح راه درتها صافي بليز دام وعاودتها لكم باش نذكروا لانه لازم يطلب الاعتذار من المغاربه ومن الملك اللي اساء ليه، اللي كان تهك مسخر السخريه بالضحك يضحك كيما ضحك على داك الجزائري اللي قال لي نمحيو المغرب ساعه، الناس ضحكوا كيضحكوا. نتمنى اليوم يكون طلب الاعتذار جي، وشحال واحد قال لي خصك تستقبلو ما تستقبلو، انا نستقبل مانار سليمي السنايبي نبيل هرباز نعوم اللي تلاقينا معاهم وبركنا معاهم في الرباط في اكدال، زعما هو ما عندي راه كاين المغاربه اللي استقبلوه، راه ولا دابا انستار عند المغاربه راهم كيعرضوا عليك شتي الكرم شي كشبه اللي فيك يعني معاه، ماني انا غادي نضرب معاه نضرب معاه ما والو، طلب الاعتذار عندي ما عنديش مشكله، انا ما عنديش مشكله. وثاني انا بالنسبه ليا هو كيبقى مؤثر محلي، راه ماشي لي زونجلي اللي كيتفرجوا فيه ولا لي زوروبيا ولا لي زافريكا، اللغه ديالو الطريقه ديالو كتستهلك غير في المغرب، المغاربه هما اللي طلعوه والمغاربه هما اللي طلعوا ليه لاشين ديالو بعد ما قتلتها له الجزائر حيدتها له طلعوه، سي تو في نورمال خصو يمشي مع الجهه اللي اكتيف اللي كتخدم ليه واللي كتابعه، بغيت يمشي شي بلاصه ما كيتابعو حتى واحد، موضوع حكم ليه هو وعدة مرانيين اللي كنسميهم مرانيين عدة مؤثرين أجانب ماشي مغاربة مطلعينهم غير المغاربة بواحد الدرجة جنونية، وأنا هضرو معقول ماشي زعما توليرونت ماشي زعما موديغي بليتو، وأنا بالنسبة ليا حنا ماشي هو اللي غادي يأثر علينا باش ما نبغيوش مالكنا، راه فرنسا راه بغات تبدل محمد الخميس، راك شفتو لافير ديال بن عرفه، راه الشعب الطبيعه ديالو ملتحم مع الملك، كاين المعارضه وكاين المكرهين للملكيه ماشي ما كاينينش، اللي متشبعين بالافكار الشيوعيه وباقي ساكن فيهم ديك الجينات ديال الافكار الشيوعيه، ولكن الاغلبيه ديال المغاربه ملكيين وما كيشوفوا في الملوك غير الخير وما كيذكروا الملوك غير الخير، لا دازت شي وقت المجاعة راه دازت على العالم كامل، إلا دازت القهرة دازت على العالم كامل، دازت الحروب دازت على العالم كامل، دازت الحقرة دازت على العالم كامل، اليوم الوقت تبدل، حسن الثاني الله يرحمه حافظ على هاد البلاد بيد من حديد، لأن أخطر مرحلة دازت هي ديال الحسن الثاني، لأن الخونة كانوا من الداخل، من الداخل متآمرين مع الجزائر، والجزائر متآمرة مع مصر ومع الدول القطب الشيوعي، وداروا عدة محاولات لبلاد شريفة وربي مسخر لها أنها تبقى مملكة رغم اندثار جميع المملكات في الدول العربية ما عدا ديال المغرب وديال الأردن اللي راكم عارفين، والدول الخليج هذوك راه كانوا شوية بعاد على التيار الشيوعي. إذا كنحييكم، عاش الشعب وعاش الملك، عاش الشعب وعاش الملك، عاش الملك وعاش الملك، والشعب المغربي يقول عاش الملك، فهمتي؟ الشعب هو الملك والملك هو الشعب، لو روا سي لو بوبل اي لو بوبل سي لو روا، باش تستفزني انا تقول لي عاش الشعب، كنقول لك هذا الشعب اللي تقول عاش الشعب، هذا الشعب كيقول عاش الملك، الشعب المغربي كيقول عاش الملك من نيته ماشي بالخوف، اما انتوما عندكم ممنوع، واش الجزائري اللي كيقول فيف بونيف، واش بونيف ولا عندهم زعيم مسكين وبالليلي قال لك فيه بالليلي، يا ودي يا ودي فيف إيكامبي، يا ودي فيف إيكامبي، قول فيف إيكامبي، ويف مشاكرة مشاكرة اللي قال لكم باش تعرف اللي الشعب سبحان الله العظيم كتهدرني تهدرني، كنبغي نحترمكم شوية، واش الشعب اللي مشى دار وقفة احتجاجية في سويسرا وتابعين مشاكرة كيقول لهم الماتش غادي يتعاود، بربي غير الماتش غادي يتعاود، بربي الماتش غادي يتعاود، وبربي المغرب غادي يشارك في بالماضي ردوه صحابي. سبحان الله العظيم، والله العلي العظيم، كل ما يمر يوما الا واترحم على الحسن الثاني طيب الله وطاره، ليعلم العالم مع من حشرنا الله في الجوار، لقد انكشف الغطاء. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، بحول تبارك الله عليكم، وتحيا المغرب، وتحيا الحسن الثاني ياك، واخا مات الله يرحمه طيب الله تراه، تحيا محمد سيس، تحيا محمد سيس، تحيا محمد سيس، تحيا محمد سيس،
ولكن قبل ما نمشيو ندير لك الجينيريك التالي. رحنا هنايا مازال باقي، رحنا الى قطر رحنا غادي، الى قطر رحنا غادي، الى قطر رحنا غادي، الى قطر. اضحك اضحك اصاحبي اضحك، والله انا بغينا غير نضحك فهمتي. ها اضحك اضحك اصاحبي اضحك اضحك ولعب. تحية للصديقة ديالي سهام، ضحك ولعب الدنيا ضحك ولعب الدنيا بخير، ضحك ولعب الدنيا دارا، راه الدنيا دارا. ها لي سهل الدعم، ها هو بالله. دكتور نعم هرباز المهم نرجعكم الى قطر. احنا غاديين، احنا غاديين لقطر ماشي بالكذوب، راه بصح ماشي قال لنا مشى شرا ولا لا الدراجي ولا قالوها ناس الوالا. Écoutez moi s'il vous plaît. Je t'ai une barbe à chauffe. Voiture à l'hydrogène. Adieu le pétrole. Les voitures à l'hydrogène. Mon ikhtira' maghribi. Wa'ad khalli l'hybride li kayna fi l'Maghrib. Adieu le gaz, adieu l'essence, adieu le gasoil, adieu aujourd'hui. Il a Qatar, rahna ghadi. Rahna ghadi, il a Qatar, rahna ghadi, il a Qatar, rahna ghadi. إلى قطر رحلة غادي، إلى قطر رحلة غادي، إلى قطر رحلة غادي. مازال باقي القطر غادي، رحلة هنايا والقطر غادي. Et c'est parti, Léon de la place. On a gagné ma poignée de race. La tâche est cambée. La 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 la. Oh.
المغاربه كيبغيو المملكه بلا ما تصدعوا راسكم جزائريين، كيبغيو الملك ديالهم. راكم كتحرقوا في العراق ديالكم، وحنا كنجاوبكم وكتعطيونا فرصه باش نفسروا لكم التاريخ على انكم زالقين وراكم غاديين للخراب، راكم غاديين في الخسرانه حمادي. المهم هذيك لا فيديو اللي درتها راني هضرت عليها 100 مره، راها قديمه. واللي دخلوا دوك يفكروا اوترومو يقول لك راكم جالو، ماشي غير ليا زعما المغاربه جالو مساء شرط سي انا با جالو. حنا ما خداميش ما عايشينش باليوتيوب، ما كناخذوا لا ريال لا زوج، وحنا كنعطيو وحنا كن حنا كن نعطيو من وقتنا لهذا الموضوع. والصراحه الحمد لله المغاربه ولاو عارفين ها هو النموذج راه حداكم دابا. انا كنهضر هو داخل يسب بوسبير وداخل يسب بوسبير، هو والربعه ديالو هذا هو دابا ولاو يكلفوا واحد وكيلبسوه التوني ديال الزليج، هو والاخر كيدير داك البروفيل ديالو ديال التوني ديال الزليج بور نو بروفوكي. وحنا الزليج يلبس الزليج، اللي راسو زليجه يلبس الزليج. المهم تبارك الله عليكم. حتى دابا هاد القمه العربيه اللي ما صدقتش، دابا حتى لاكاف ما غاديش تعطي لاكوب دافريك للجزائر من الديبار. هيا اثرت ليهم تاع الرياضه، تاع الرياضه ما غاديش ينظموا كاس افريقيا. تبارك الله عليكم مغاربه، وشكرا لطارق بن زياد، طارق بن زياد جزائري، بنو بطوطه جزائري، بنو رش جزائري، الفارس دق جزائري، الفارابي جزائري، جون جاك روسو جزائري، ولا مشينا للابطال مشينا للفيلسوف سقراط جزائري، ابلاطون جزائري، طارزون جزائري، موغلي جزائري، كابتن ماجد جزائري، راون جزائري، كونان جزائري، تيرميناتور جزائري، رومبو جزائري، روكي بالبوا جزائري. ها شنو بغيتي كاع، شنو بغيتي، شنو بغيتي، عنتر جزائري، ها المتنبي تاع هو جزائري، ها تاع هو الخيل والبيداء والرمح والسيف تعرفوني والرمان على القلب. زهير بن ابي سلمى جزائري تاع هو، رايت المنايا تخبط خبط عشواء من تصب تميت ومن تخط يا عمر فيا هرامي. ومن لم يدد عن حوضه بسلاحه يهدمي، ومن لم يظلم الناس يظلم. ياه عنتر تا هو، اش بغيتي دابا، شكون بغيتي يكون جزائري؟ حنا نعطيو لك دابا كلشي نبدل لهم الجنسيه دابا ديالهم جزائري، شنو بغيتي؟ ها شنو بغيتي؟ يوسف التشافين جزائري، مولاي اسماعيل جزائري، من ورقله، شنو بغيتي؟ شنو بغيتي؟ مولاي يوسف جزائري، ابو نواس ما كان تا هو جزائري، ها؟ واشنو بغيتي يكون جزائري؟ غير قول ليا، ها؟ ميسي، لا ميسي، ميسي، ميسي هذا، هذا ديال دابا، جزائري تا هو. إلى اللقاء يا أصدقاء. أسيدي موريتاني ولا جزائري، شوف كلشي ديالكم وكلشي ديال الجزائر، البسطيله ديال الجزائر، القفطان ديال الجزائر، الحريره ديال الجزائر، البرقوق ديال الجزائر، الطاجين ديال الجزائر، البسيبيسه تاع الجزائر، قرقلو ديال الجزائر، المنافع ديال الجزائر، الزعفران زغبا منين جزائري، تبون جزائري، تبون تبون مغربي. حتى التبون ما نتفاهموش، التبون مغربي، نتوما عندكم. والله يا خويا شوف، واخا شوف، والله ما كنحسو بالوقت مع هادو. شنو بغيتي دابا، شنو بغيتي؟ ها كارانتيكا، كارانتيكا اللي كان لي يقول ما من مالطا، اصلو من مالطا، وكان لي كيقول اصلو من اسبانيا، نعطيوها للجزائر لان عايشين غير بيه. كارانتيكا وكاس ديال هذاك سي بون، هذا سي بون، داك البرودوي اللي كديرو كديرو في الماء وكيولي عصير، هذاك هو العصير اللي عندهم. ما عرفتيش يدير لك جي دورونج ولا ليموناد بالكاس ديالها، سوا حموده بوعلام، حموده بوعلام، ولا باري داك يقولها بوجدا، او الليم، ها داك الروح ديال الحامض كيديرو في الماء ولا كلاص كيبيعو لك.
كانت كوهران، كيف وهران كيف تمسان كيف بارتو، ولكن هناك الباحثين في هذه السرقه ديال التراث كيقولوا كانت من مالطا، اصلا من مالطا، وشي شماليين قال لك اودي اصله اسباني. هذا المصطلح كارانتيكا، كاران سي كاران شو زعما سخون، راه اسباني. اذا و سي فري، وايطاليا كانت جزائريه وباعوها زعما الصراحه سانتا كروز. الله شوف، والبرازيل كانت جزائريه، بيلي راه كان جزائري. ها هما شوف، انا غنفكر هاد الخيله هذا، لان عارفهم الثمانينات ما عرفش هادشي، ولا التسعينات كانوا الجزائريين مساكن اللي ساكنين في الجنوب اللي لونهم اسود، وهما ناس مزيان يلاه عمرها دار صراحه. هي هادي قلال في الشمال، قلال في وهران، قلال في تلمسان، قلال في التيارات، المهم قلال، لكن شي ثلاثه ولا اربعه كيبانوا في المدينه. اش كيعيطوا ليهم؟ والله القسم اغنيه مخرجينها عليهم، كنت كنعقل عليها في تلمسان. تلمسان كيهضروا بالا، كيقولوا النيغرو زعطوط خراو عليه القطوط، نيغرو زعطوط خراو عليه القطوط، زعما المشاش، زعما محتقر. والله لا تزوج وحده بيضه، قال لها بيضه قال لها بيضه الزرقاء وين مشات هنا الزرقاء. شوف والله العظيم هذا واقع يا ودي. العنصريه راه في الجزائر راه خطيره جدا. زواوا مساكن كانوا يسوفريو، راه كانوا كيعيروا شي معيور ما تذكرش، تولوا هما تا هما ولاو كيقولوا ابا ايزوكا. راه واش انا تجي توريني؟ انا راني مكونستاتور سيرفيلي، راه كنت عايش تماك. كذب على شي مغربي ما عمرو عايش في الجزائر. كنحيي المغاربه المتفائلين، نحييكم كاملين، وانا كنقول لهم الجزائريين الا بغيتوا تعيشوا هانيين، صراحه نقولها لكم، اول حاجه راه بوليزاريو راه ما بقاش، 46 عام هادي راه ما بقاش. راه الكبرانات كيكذبوا عليكم ويقول لكم هناك شعب صحراوي، فعلا كاين واحد الشعب تماك اللي هو مخلط، فيه المالي والنيجيري والتشادي والسوداني، وفيه الصحراء المغرب الجزائري. وطمعوهم قالوا لهم راه غادي نجريو على المغاربه بحال اللي جرينا حنا على فرنسا، وتاخذوا لهم ديورهم وسياراتهم وممتلكاتهم، وبلاد كبيره، وكل واحد تكون عنده تقريبا على الاقل واحد 200 حتى 400 قطار الواحد، لان البلاد كبيره وانتم قلال. الاولى، ثاني حاجه فورماطاج، فورماطاج حتى في هذا الحكم الذاتي غيكون عندنا مشكله الا دخلوا يعيشوا عندنا لو بوليزاريو، لان دوزوا معاهم 46 عام ديال الفورماطاج عندهم في العقليه ديالهم، ما كيخدموش، كيعيشوا بالمساعدات الدوليه، وما كيقبلوش الملكيه، وكيبغيو تقاسم الثروات، وما يبغوش يشوفوا الاغنياء، وخصهم ياخذوا الاغنياء الممتلكات ديالهم يقسموها بيناتهم. صعيب باش تفهمهم هذا الجيل اللي خلقاتو الجزائر، واللي راه مدجناه في البوليزاريو، صعيب باش تقنعو على انه يمشي يخدم، يعري على كتافو يخدم. وكان كيقول لهم بوتفليقه، كيقول لهم عريو على سواعدكم، ما تقعدوش تسناو بترول غاز، عيا معاهم بوتفليقه. المهم عراو على سواعدهم باش مشاو حرقوا اوروبا، كلشي حارق في اوروبا، كلشي حارق، امريكا في كندا في ما مشيتي تلقاهم. هذه هي الدوله الغنيه، حتى اللي كيصبونا عيالنا من اوروبا خارج الجزائر. الى اللقاء. شكون ادت الجائزه في التمثيل ديال الافلام الاباحيه سميتها اللي ادت الاوسكار ديال الافلام الاباحيه في العالم، احسن ممثله اباحيه، لا ميغ اكتريس دي موند ديال لو بورنوغرافي. شكون هي سميتها؟ لا لا لا، الجيريان، انيسا كيت، ياس، خدات البطوله العالميه انيسا كيت. لبنى ابيدار ماشي حتى لذاك المستوى، ولكن انيسا كيت خدات لا غونومي ديالها. وكاين واحد الكبار معاها. هادي كنحييكم وتبارك الله عليكم، وشكرا للقراقرو اللي كان مشارك معنا، الدبابي اللي كان شارك معنا، التسيتسي اللي كان يمثل عدد ديال الدباب ديال معامل
خلقنا الله مع ما خلق الله بجوارنا من شر، فهمت؟ وشوف حنا مغاربه متواضعين، هذيك لا كوب دي موند، لا كوب دي موند شكون اللي كيصوبها وينحتها؟ راه مغربي، راه مغربي اللي كينحت لي كوب دي موند. ها شكون اللي متكلف بالقطاع الفني هذا العام في لا كوب دي موند؟ راه مغربي رضوان. شكون اللي مكلف بالامن؟ راه مغربي حموشي ورجاله. شكون اللي مكلف بالتنظيم لي ستادي وكذا؟ مغربي، مغاربه، شركه مغربيه. شكون اللي مكلف بالاكل بالطعام اطعام الزوار والفرق؟ مغربي. شكون اللي دابا منظم لا كوب دافريك لا كوب دي موند؟ راه المغرب. المغرب منظم كاس العالم في قطر، والقطريين كيقولوها المغرب هو من ينظم كاس العالم في قطر. توتي ريسورس ايمان كلهم تماك مغاربه. وي لاحظت ان دبابه وحده. هات شوف خاصك تعرف واحد القضيه، التعليق ديال الجزائريين سي تان راه بحال لوجيسيال، عندهم نفس التعليق نفس الكلام نفس الملاحظات نفس السبان نفس الشتم، عندهم لمام نفس المصطلحات. ما يقدرش يتناقش معاك شي حاجه زعما تقول لي رجع وسير قرا، ما هو ما باغيش يقرا، هو داخل المهمه ديالو خصو يسبك ويعايرك ويجيب لك شي سميات باش يقول لك ها انت ها انت شنو كاين، كيجيب لك شي حوايج اللي كينسى هو راسو كاع. اذا كنحييكم وتبارك الله عليكم، وشكرا شكرا شكرا لجميع المتتبعين، وعاش الملك. بيان سور تحيه تبون، وتحيه شنقريحه، وتحيه للجيش الوطني الشعبي، وتحيه الشهداء، وتحيه الهواري بومدين، وتحيه قايد صلاح، وتحيه كاع اللي بغيتي تحيه يحيى في الجزائر باد بروبليم. خلينا غير حنا نقولوا عاش الملك. تبارك الله عليكم وشكرا على المتابعه. وهذا سي افيك غون بليزير كنت معكم. السلام عليكم.